بلا طول سيري هالأسبوع، البوزة بعز الشتوية طيبة كمان. حلقة خاصة عن صناعة البوزة اللبنانية، نكهات، ألوان، مناطق وتوب 10 أفضل 10 محلات بفضلها زافان، ضيوف زافان، شيف أنطوان وأهم فود بلوجرز لبنان. بلا طول سيري مع زافان الجمعة 8:30 المساء على المستقبل. صرنا الجمعة 8:30 مشاهدينا، مساء الخير. بلا طول سيري البوزة بعز الشتوية أطيب، هيدا هو عنوان حلقة الليلة وضيوفي صاروا بغرفة العمليات. الشيف أنطوان أشهر طهات لبنان وأكثر شعبية، أنطوني رحيل نجم مدونات الطعام اللبنانية صاحب نو غارليك نو أونيونز، والشيف هشام أسعد الاسم الصاعد بين الفود بلوجرز بلبنان وصاحب مدونة تيست لبنان. ثلاث أجيال علمت اللبنانيين كيف يطبخوا ووين يأكلوا، ومعهم بدنا نستكشف أهم وأطيب 10 عناوين وأسماء بصناعة البوزة أو بصناعة المثلجات اللبنانية. قبل عنا تحية حب ووفاء لاثنين من كبار الثقافة اللبنانية رحلوا هالأسبوع، جورج نصر ومي منسة. يوم الأربعاء الماضي غيب الموت أبو السينما اللبنانية المخرج جورج نصر عن عمر 92 سنة. جورج نصر صاحب أول فيلم لبناني بيشارك بمهرجان سينمائي عالمي، هالحدث كان سنة 1957 بمهرجان كان السينمائي الدولي وعنوان الفيلم إلى أين. بال2017 رجع نصر إلى الأضواء من بعد تكريمه بمهرجان كان اللي أنتج نسخة مرممة من الفيلم واعتبره واحد من كلاسيكيات المهرجان، والمناسبة كانت مرور 60 سنة على مشاركة الفيلم بكان. الفيلم عرض أيضا بلبنان وكان لنا لقاء مع جورج نصر ببلا طول سيري. أنا بعتبر السينما أحلى مهنة بالعالم، لأنه وقت بوقف ورا الكاميرا نقي زاوية وبعمل كادر، وقت الكادر بيزبط بفز علي بتجف كلني سوا. وقفتي ورا الكاميرا فرحة وميت، أرجع حط عيني على فيزار كاميرا. هلا ممكن إذا أجا ظرف وجم واحد ممول بدي أعرف نقي المساعد الأول، إذا بطاقة التصوير متت هو يعرف كيف بده يكمل. الأسبوع الماضي كمان رحلت الروائية والناقدة الأديب الأدبية مي منسة عن عمر 80 سنة. مي منسة اسم عريق ارتبط بصحيفة النهار، نشرت عدد من الروايات منها رواية بعنوان قتلت أمي لأحيا، دخلت قبل أيام من وفاتها قائمة ترشيحات جائزة عالمية للرواية العربية. مي منسة منتذكرها من خلال هالمقابلة معها بسيرة وانفتحت سنة 2005. ألكسندر الثاني القيصر شال الشعب من العبودية، حررهم، أعطاهم أراضي، فتحوا مدارس هو والقيصرة كاترين. شو كان صار؟ قتلوه. لبنان اللي كان الصفة الكبيرة تبع لبنان هي الرسالة والنموذج في الديمقراطية، وإذ لقى هالنموذج الكبير اللي اسمه الديمقراطية اللي اسمه الحرية انقلب فجأة من بعد هالحرب أو من خلال هالحرب وصار اسمه الوطن، اسمه دولة المخابرات. صرنا نخجل نقول نحن من لبنان، لأن صار عنده صفة أخرى لبنان. الديمقراطية لا تصان ولا تصمم ولا تبنى من الأسفل، الديمقراطية هي من الأعلى، هي من السلطة العليا. ما زال السلطة ما بدها ديمقراطية، ما زال السلطة مشيت بسياسة القمع. فلنكن نحن المثقفون نعمل لأجل هذه الحرية، لأجل الإنسان، مش بس بلبنان، في كل الوطن العربي حيث الإنسان مقمومة، حيث الإنسان أخلي من فكره ومن خلاياه التي تعطي الإنسان الذكي، الإنسان المنفتح، الإنسان المطالب بالحرية.
والاستاذ غسان تويني كان دائما بالافتتاحيات تبعه يقول اقرأوا التاريخ لتتعلموا الآتي والمستقبل ولتصنعوا المستقبل. مناسبة هالمقابلة سنة 2005 كانت جريمة اغتيال الصحافي سمير قصير لحظة عاشتها ما يمنسها بكتير من الأسى والأسئلة عن الحياة والموت. معاني الإنسان، سألتني عن الإنسان يا زفان، خلينا بالإنسان. عندما يهاجمنا الموت وعندما نرى الموت بصير في عنا تعلق أكثر بالحياة. شغلة مجهولة بعد كتير بالنسبة لإلنا، نحن منجرب نفلسفها بالدين ونقول بعد الموت في الحياة الأخرى وكذا، لكن بالحقيقة الحقيقة هي الحياة اللي نحن متعلق فيها أكتر شيء. هيدي فكرة الموت اللي بتعطينا دفع أكتر تنضلنا نناضل ونتكمش. بالنهاية عم نتكمش بوهم، لأن الحياة هي وهم بالنهاية. بروح الإنسان في غفلة وكأن بتعتم الدنيا، بينطفوا نجوم السماء ما بنعود نشوف الضوء. بترجع عن جديد هالقوة بتنبع فينا. عن جديد بترجع بتنبع فينا ونشكر الله. قبل الأدب والكتب والفلسفة ما يمنسها شخصية تلفزيونية من الرعيل الأول، مع أنه ما كانت كتير تحب التلفزيون أو تجربتها بالتلفزيون، دخلت ما يمنسها تاريخ الشاشة اللبنانية كأول وجه بطل بالألوان سنة 1967 مع انتقال التلفزيون اللبناني من الأبيض والأسود إلى الملون. هيدا كانت تحيتنا إلى ما يمنسها وجورج نصر، اسمين كبار بالثقافة اللبنانية. استراحة ومندخل إلى عالم آخر، الليلة ليلة البوظة ببلد السيرة. خليكم معنا. البوزة بعز الشتوية أطيب وأبرد. قررنا بهالموسم من بلد السيرة يكون عنا بنهاية كل شهر حلقة كبيرة حول موضوع واحد أو مع ضيف واحد ضمن سلسلة مؤثرون اللي كتار منكم طالبوا من وقفها. الليلة حلقتنا جامعة بين الموضوع الواحد والضيوف المؤثرين. برحب بالشيف أنطوان، أهلا وسهلا فيك شيف. مرسي زفان. بنو غارليك نو أونيونز أنتوني رحيل، أهلا وسهلا فيك. وبالشيف الصغير هشام، اهلا وسهلا. حد الشيف انطوان كله الشيف الصغير. ما في يعتبر حالي شيف حد. لا جمعنا بهالحلقه هو صناعه البوزه اللبنانيه، تاريخها تطورها وانواعها. كل واحد من ضيوفي عنده قصه مع البوزه، والليله رح نسال عن مميزات البوزه اللبنانيه، كيف علاقه اللبنانيين بالبوزه، وشو اللي بينقص البوزه اللبنانيه بنكهاتها المتعدده لتصير عالميه مثل الحمص او التبوله او الكبه اللي بنفتخر بانهم غزو العالم. كمان الليلة رح أقدم لكم توب 10 لائحة بأطيب وأبرز 10 أنواع وأسماء بالبوزة اللبنانية. أما الدافع لهالحلقة فهو لنشجعكم تاكلوا بوزة بالشتوية، لأنه بالشتوية البوزة أطيب وأبرد. قبل ما أسأل مين بيوافقني، رندا بدي أقول لك يعني شفتك تأثرتي لما عرضنا المقابلة الأخيرة اللي أجريتيها أنت سيئة مع أبو السينما اللبنانية. صحيح. استرجعتيها باللحظات. بيرجع الواحد بس يرجع يشوفها بيتذكر حتى يعني هو كيف كان متأثر وعم يحكي عن السينما قديه، كمان بمحل كان عتبان يعني على انه اللي بيشتغل بالسينما بيرجع. نعم. بيصير طفل. هو قال امنيته انه يبلش فيلم ويكون. صحيح. مع مساعد مخرج قوي لإذا توفى يكفي، بس مع الأسف توفى وما بلش هيدا الفيلم. صحيح. وأفلامه موجودة يعني اللي خبرنا إياه وقت المقابلة، النصوص كلها موجودة. نعم. وكان ناطر إنه حدا من تلاميذه قال إنه يكون موجود. نعم. ويقدر يكفي مسيرته. الله يرحمه على كل الأحوال. مؤثرة أو المقابلات. هلا أصعب شيء لإلي بما إنه يعني نحن مبلشين هلا بسلسلة الخمسين، إنه اللي عم يتوفوا هلا يعني هالرعيل الكبار اللبنانيين اللي عم يتوفوا أغلبهم موجودين بأرشيفه، يعني. صحيح. قبل 10 سنين مثلا كان اللي بيتوفى مفتش على أرشيفه من غير شاشات، من شاشات أقدم، برامج أقدم، يعني بتصيب واحد بحس إنه الموت
بلش عم هذا موضوعنا بيكون ممكن بال 49 جماعة الجاي، بس لتعرفوا انه حتى لو عم نحكي عن البوزة من بوردين 49 هي هاجس هالموسم، ما هيك قرليت؟ طبعا اكيد. نعم رح نغير الاجواء ونرجع للبوزة. مين بيوافقني شايف شو رايك، البوزة اطيب او مش اطيب بالشتوية؟ هلا طيبة ومش طيبة. نعم هلا البوزة نحن بناكلها بالصيف لانه جسمنا بيحتاجها، بيحتاج شيء ليبورد. نعم اما بالشتاء نحن عم نطلب السخن، هذا هو السخن ذاته، اذا بنحطه بمكانه البوزه بيطلع بوزه. اف هشام انت بتفضلها بال... انا بحبها بالشتويه لانه عم تاخذ وقتك تستمتع بالبوزه، مش انه عم تدوب وتشرشر على ايديك وانك تنبسط فيها، ما بتاخذ وقتك. نعم. فيها وبالصيفيه بتاكلها عادي اكيد. انتوني متفقين على الموضوع، البوزه مثل مثل الجاتو، مثل حيالله شيء، مثل ما الناس بتشرب شاي بالصيفيه. بعتقد نحن اربعتنا الوحيدين المتفقين على هذا الموضوع بالجمهوريه اللبنانيه، لانه في كثير محلات بوزه بتسكر بالصيفيه. أرليت انت شو وضعك؟ انا بال... كمان بالشتا بحبها كثير. انت كمان علي؟ ما كثير بيجي على بالي بالشتويه، بس ما عندي مانع. نعم ما دخلنا الى البوزه اللبنانيه وراح يكون حديثنا طويل، هو يعني لسخرية القدر البوزة الأمريكية. السوفت سيرف أشهر أنواع البوزة بأمريكا، شو السوفت سيرف بلبنان؟ خلينا نشوف التقرير. في قائمة أنواع البوزة العالمية المعروفة في لبنان، الجيلاتو الإيطالية، الموشي اليابانية، وحديثا الفروزن يوغرت الأمريكية. قبل هذه الأنواع تعرف اللبنانيون على الميري كريم، البوزة الأمريكية اللينة بنكهاتها الثلاث، الحليب والفريز والشوكولا. منو أنا وصغير كنت أكلها، أنا ما بطلب ميري كريم عن جد ما بحب. الميري كريم راجت في الولايات المتحدة في الثلاثينيات وغزت العالم في السبعينيات بديلاً منافساً لأنواع المثلجات الوطنية. آيس كريم سموث كولد اند سويت. Never mind asking who loves ice cream. The real question is who doesn't love ice cream. الميري كريم هي ميري كريم في لبنان وفقط في لبنان. أما في أمريكا فهي سوفت سيرف أو سوفت كريم. عن جد؟ لا ما بحس إنه ميري كريم بس بلبنان. موسوعة الويكيبيديا تؤكد على تسمية الميري كريم الحصرية في لبنان، ولكن لا تعطي أي معلومات عن قصة هذه التسمية ومصدرها. يمكن اللي عملته اسمه ميري. ميري كريم؟ الكريسماس يعني؟ يقودنا بحثنا عن أصل الميري كريم إلى سوق الزلقة، أشهر الشوارع التجارية في قضاء المتن. في الثمانينيات اشتهر هنا محل صغير لبيع الوجبات السريعة بفضل بوزة السوفت سيرف التي أتى بها صاحب المحل ألفريد نعيمة، وجعل منها البوزة المفضلة لشباب وعائلات المتن والجوار. ولأن سوفت سيرف ليس اسماً شعبياً بمقاييس المنطقة، سماها نعيمة ميري كريم من وحي أجواء الميري كريسمس. هو 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 ميري كريسمس. ألفريد كان محطة بسوق الزلقة، وقف قصة مصلحة الأكل وهيك واتجه صوب الميري كريم، وهي معروفة آيس كريم أو سوفت آيس كريم. بده يعمل شيء تسمية يكون هو مختص فيها معروف فيها. كنا بفترة عيد الميلاد، وبتعرفي بالميلاد ميري كريسمس، كان كل ما يجي حدا ميري كريسمس ميري كريسمس، طلعت الفكرة حدا زت كلمة منا انه ميري كريسمس ميري كريم هيك، يعني طلعت مثل مزحة وركبت القصة ومشيت، وقفت المصلحة وقت اللي توفى بصراحة يعني بال2010. ميري كريم ألفريد اليوم متجر لبيع الألبسة يديره نجل ألفريد فادي نعيمي. بين الألبسة بقايا معدات وأشرطة كهربائية صنعت يوماً أسطورة الميري كريم في لبنان. أنا جار لألفريد من سنة 73، أحد بعد الظهر كانوا يصفوا السيارات ياخذوا ميري كريم، بس ما غاب، بعدهم عم بيسألوا وين كان محل ميري كريم ألفريد، بيسألوا عنه.
ببحثنا عن تاريخ السوفت سيرف او الميري كريم بلبنان اكتشفنا انه قبل دخول هالبوزة السوق اللبنانية كان في آلة واحدة للميري كريم بلبنان بالستينات، يعني بعز الزمن الجميل. هشام تعرف وين كانت هيدي المكنة؟ او ما كنت عم تعرف الريبورت هلا؟ ايه عم نحكي بالستينات، عم نحكي بالك شفت على التليفون. أنا إيه أنا بس فوت على الصف بالجامعة بقولهم ممنوع التليفون. بالستينات كان في مكنة واحدة بنعتقد حسب الريسيرش تبعنا بلبنان للسوفت كريم أو السوفتر، بتعرف وين كانت أو فيك تقدر؟ مش بالمتر. لا ما كنت خلق عنده وقتها. أنتوني ببكفاية ببكفاية. لا شايف أنتوان كنت صغير بعد كمان. هلا بنعرف تبع جلي الديب. إيه أرليت ما بعرف إذا هالآلة الوحيدة، بس وقت كنا صغار كانت أحلى مشوار نروح على المطار. على المطار بضوي المربع أرلين. بمطار بيروت الدولة كانت هيدي الآلة الوحيدة، بما أنه المطار هو نافذة لبنان إلى العالم، وكانوا كتار من اللبنانيين مثل أهل الأرلات ياخذوا أولادهم ويروحوا أحسن كزدورة بالويك أند أو بالأعياد على المطار ليأكلوا من هالبوزة الأمريكية الغريبة هيك اللينة. بتتذكر كيف كانت طعمتها وقتها؟ ايه بعدني لهلا بذكرها اكيد. هلأد؟ ايه كثير طيبه. نعم. بنهايه السبعينات كان الفريد نعيمه بسوق الزلقه اول مين حولها الى بوزه شعبيه بلبنان وسميها ماري كريم. هلا في عنا بعض الاشخاص بيقولوا انه كان في بهيدا الوقت كمان بوزه بوزة ماري كريم بشارع بليس حول الجامعة الأمريكية، هيدا الشيء ممكن، بس منزل انطلقت لتكون بوزة شعبية بأواخر السبعينات وببداية الثمانينات. على شرف الماري كريم في عنا ضجة اليوم بالاستوديو، سببها هي هيدي المكنة، وعلى لأنه على شرف ماري كريم ألفريد الضيافة بالكواليس الليلة ماري كريم من عند حلويات داغر. هلا انا كل عمري بجرب هيك يعني روح على شي محلات اللي بيبيعوا ماري كريم وقول لهم اذا بيسمحوا لي نزلها، انا ولا محل سمح لي. هالمره رح يعني فش خلقي وجرب اذا بتزبط معي. شو بتساعدني او بجربها لحالي؟ نعملها بس شوكولا. مين عباله ماري كريم؟ اه والله بدها معلمية قريبة قريبة. أرليت هيدي أول وحدة لإلك. والله إيه أنا رأيي لأنه مش عم بعرف أتحكم فيها منيح. مين عباله يجربها؟ نحن منعنا حدا. شوي شوي اه زبطت معي زبطت. فكرتوا لإلك شو؟ لا عفوا لا وحدة على ليلة فيها كوع مكوعة مكوعة هيك كيف بدها تشد زبطت معك؟ ما زبطت من ميلة بدها تشد بس انتبهي قاسي بتكوسي بسرعة ايه شوي شوي طلعت اسوأ طلعت اسوأ وحدة رندا هاي ايش لإلك شايفة طلعت مثل عجينة الشو مثل هيدا الشو جربي وحدة هاي لإلك ليش شوي شوي مش كثير خلص خلص ايه لا منيحة اوه هي لعلم انتوني ايه قربي لنشوف وين ابوستك قال لي؟ انا بعلم لا يلا لا انا بدي شو كيف؟ هلا انا صار لي قد ايه شو طيبة؟ انا بفضل الفانيلا بس طيبة شوي شوي. في مرة شي مرة شاف حدا سألك على التلفزيون بعد 30 سنة كيف بيعملوا الماري كريم؟ اوه معلم انتوني طلع زبط هي رخوي مثل الارز بس لانها رخوي هي عم تنزل مثل الارز اللبنانية طلعت مع انتوني. شاف انتوان حدا بشي 40 سنة من عملك التلفزيوني سألك على الهوا كيف بيعملوا الماري كريم؟ نعم وعرفت بس مش كتير ولا هي كيف بيعملوها؟ حليب سكر فانيليا كاكاو وفيها بقلبها مادة البكتين البودرة اللي بتيجي اللي هي بتشدها البوزة مع المكنة. تعلمنا الوصفة الليلة حلو. بدي اشكر حلويات داغر على على هالفرصة اللي عطوني اياها لجرب الماري كريم، وكمان بدي خاصة اشكر الاستاذ ايليا داغر على وفر لنا تلميذي كان لا كيف كان بال منيح شاطر بالجامعة بالجامعة ما بيسترجي ولا عكس
84 مخرج. على كل حال انا صار لي زمان على التلفزيون، هيدي اول مره باكل بوزه على التلفزيون، عم شوفك عم تاكلها بالملعقة. اخذت شويه لسنس قبل شوي. عم تنزعلنا هيدي. يعني انت رندا كيف عم تاكلي؟ انا عم بالحسن انا هي عن جد محرجه هلا هي محرجه. واحد قديه مثلا انا هلا مثلا على الهواء قديه بدي مد لساني لاوصل على البوزه. هي ما في غير طريقه صراحه للبوزه الا بالملعقة بس اسمها فن. هلا هي الهيئة صار بدنا خبير بالاتيكات على هالاساس تنعرف كيف ناكل البوزه. مين اهم خبير اتيكات؟ اكيد نادين ظاهر، بس بدك تروح على الام تي في. بدنا نروح على الام تي في. انا رايي انه في اعمل سحر ونعمل زابينج من تلفزيون المستقبل على الام تي في. رح انتقل على اعملوا حالكم نقلتوا معي المحطه. مساء الخير نادين واهلا وسهلا فيك بالفيوتشر. بالفيوتشر نحن كلنا عملنا هلا زابينج لنصير على الام تي في ونسالك شو اتيكيت البوزه. ايه هلا حسب ما شفت اول شيء حرام يعني ما اعطيتهم اياه بشكل جيد. هذا اتيكيت تنزيل البوزه حلقه ثانيه. هلا اكيد دائما نحن وقت بنحكي بالاتيكيت بنقول يكون المظهر او المشهد اللي عم نعطيه للاخرين جميل، يعني هيدا اهم شيء. هلا انت حكيت على انه اظهار اللسان يعني بشكل كتير اوفر مش حلو، بيقدر يكون كاتشات صغيره، بيقدر يكون انه الواحد يجرب قد ما فيه يضل مغطى الفم. بس يعني ما هي لذتها انك هيدا تاكل مثل ما بدك، لانه هيدي كمان فيها راحه شخصيه، فيها لذه لك انت عم تاكل الايس كريم لحتى تتلذذ فيها. ولكن اذا كان في اشخاص حواليك كثير، يعني اذا كنت موجود بمكان عام، بس تنتبه شوي انه اللسان مش كثير حلو وقتها يظهر بشكل عالي. ولكن بقيت ما بقى كمان هشام اخذ مني تب حلو. انا شخصيا ما بحب البوزه، لا بالشتوية ولا بالصيفية. وإذا اضطريت يعني إذا كتير حدا أصر بفضل الملعقة، مش لأنه إتيكيت، لأنه ما بحب شعور البرودة على سناني. وما بتحبي قصص باردة إجمالي؟ أبدا بقى. بس هيك إنه يعني الإتيكيت بتقول وقت بدنا ناكل الآيس كريم هو لازم يكون المشهد أو المنظر اللي نحن عم نعطيه للآخرين جميل. نعم. ولائق. هلا انتبه بعد، في الاهم من هيك هو تشرشر على الايدين، هيدا اللي كمان الواحد لازم ينتبه له، انه لازم نبلش ناكل البوزه على الدواير لحتينا ما يتشر على الايدين تبعونا. منبلش بتبلش لسانك هيك، ما هو تلقائيا بتعمل لسانك هيك بالضبط لحتينا تضلها مكسوره، بتعمل لسانك هيدي الدويره وبترجع. بس كيف بدك تعملي؟ ما هو اللسان بخلي انه ما تشرشر. ايه لا بدك تطلع اللسان بدك تاكل. معقولة يعني تعملي هيك؟ لا يعني بتخبي؟ لا صراحة لا، لأنه في ناس هن اوقات على الأكل بيعملوا ايدهم هيك. هلا هيدي أكتر شوي من عادة، أو على الكردان أكتر شيء بتصير. الكردان بكل الأحوال ممنوعة إن بابليك، لا هيك ولا كيف ما كان. أوكي. هلا وضع اليد عند الأكل هي شوي من عادات وتقاليد غير ثقافات، يلي هي بحسوا إنه فيها خجل، نوع من الخجل الأكل إن بابليك، يعني بالأماكن العامة. ولكن نحن عم نقول إنه البوزة أو الآيس كريم الماري كريم اللي هي فيك تاكلها وفيك، يعني رح نقول الكلمة اللي هي فيك تلحسها بلسانك. نعم. ولكن يجب انه يكون فترة او مدة اظهار اللسان كتير قصيرة. نعم هيك يعني. الله هيك دغري. طيب البوزة اذا لتقدميها كحلويات او نعم كدسير باخر 10 رسمة، نعم عيب او مش عيب؟ مقسم، بيتقدم البوزة وبيتقدم بنص، اللي هي السوربي بتتقدم بنص العشا الرسمي، لانه بتغسل الحلق، يعني هي بيسموها بيغسل الليمون. بيكون على الليمون. اذا بدك تغير مثلا تكون عم تاكل لحمه تتغير لسمك او تغير الطعم اذا كان في طعم كثير قويه، مش دارجه هيدي يعني مستحبه جدا. ولكن خاصه اذا في سمك بين السمك واللحمه. صحيح. او بين، ولكن دائما تقدم بكبايه مع ملعقه، واجمالا بتبقى طويله، ملعقه يعني كمان طويله، إلى طقوس لحالها. ما بيتقدم ولا مره بعشا رسمي البوزه بالكون، بيتقدم بالكبايه
بال يعني كيسي. نعم بتعرفي عبالي نرجع نعمل زابينج هلا على تلفزيون لبنان، خلينا نفوت عند الشيف انطوان هلا. كنا بالمستقبل رحنا على الام تي في وهلا ايه رح نرجع نحن لهون نرجع عند الشيف انطوان على تيل. كيفك بالطبخ اجمالا؟ انا لا ما حدا يحكي لي بالطبخ. مساء الخير. اذا بتجي ما ما منك منك شاطره بالطبخ؟ انا عندي قصص يعني غريبه عجيبه. لوبيا بزيت مع شويه زبده. كيف هي؟ اي والله هيك العجيبه. هي ما حناش سامع فيها. طبيعي فيك تقولي جربينا حطينا لك اياها بالكيس. فيك تجربينا هذه ملعقه قلتي بالملعقه. هلا انا بدي اكل ملعقه بدك يعني كمان عاملين ايه؟ عاملين لنا هيدا. هلا دائما لازم يكون وكمان ما ناخذ اذا بدك كميه كبيره لحتى انا بس مش كتير مسقعة. هاي بكلها ايه هيدا الماري كريم يعني هي على على الصوت ما بتسقع. فدايما ننتبه على انه الجوانب يضلون كتير منيح واذا كان كترنا هيك. ونساء ورجال نفس الشيء او انه الرجل لازم كفيها؟ لا خلص او انه الرجل بحق له يمد لسانه اكثر من النساء؟ لا ابدا. هلا كمان صار في حادثه بتركيا على كل حال كمان ضجه السوشيال ميديا فيها. سالوني امبارح عنها انه في خبيره اتيكيت قايله انه ممنوع السيدات ياكلوا الماري كريم او الايس كريم بالببليك. ما بعرف مين واجبتها الخبريه ولكن ليش بدنا نمنع السيدات ما بدنا نمنع الرجال؟ وهو كلمة ممنوع كلمة كتير كبيرة بالاتيكات يعني ما بنوصل للممنوع إلا فعلا للقواعد الذهبية. نعم. يلي كتير أساسية. فينا نقول غير مستحب مستحسن من المستحسن أنه يعني ما يكل يمكن للإيحاءات الجنسية يلي ممكن أنه تصدر. نعم. أو تبين ولكن الرجل كمان هو معني بهيدا الموضوع. وأنا مش أنه الرجال في مد لسانه أكتر من الإمرأة. حسب الرجال سانو أطول معنوه العكس في الحقيقة. هلا بما أنه أنا بلا كل سيرة بس هلا عمالي عم السيرة وانفتح حسب شو هلا بيختص البوزة لا بيقدر اثنيناتهم يكونوا أوكي. متساويين بهذا الإطار. طب رح أنه للشيف أنطوان دغري. شيف أنطوان ما بتعرف الطبخ مش شاطرة بس إذا بدك تسألي شي هيك شي طبخة محيرتك. أنا في طبخة كتير صرت طالبة يعني كانت ستي الله يرحمها تعملها ستي من مشغرة بيعملوا شيء اسمه بوكليل. هي مثل راس ما بعرف إذا سامع فيها. جربت أنا أسأل الأشخاص من يعني منطقة ما كتير ناس كانت تعرفها. مثل كبة بالكشك بس بحطوا فيها لبني بقلبها كعي لأول مرة بتاريخ التلفزيون. ايه شغلة مناطقية. أول مرة كعي الشيف أنطوان على يد الام تي في على يد نادين. لا لا بس هيدي أكلة يمكن إلا لأنه ذكرى كتير حلوة وفعلا كانت خالتي كمان توفت ما عطتنا كيف نعملها. كبة كشك مكلياتها مع طحين يمكن أو شي يعني ما في لحمة أبدا وبحطوا بقلبها لبنة. ولا هيدي رندا خرجت تطلع لفوق على مشغرة نفتش عليها فتشي لي على هيدي الأكل اللي ما عرف الشيف أنطوان لأنه إذا بنتك على مزبوط بس ما فيها شيء. كبة الكشك بتتساوى وبتنحشها لبنة وكل أهل الجبال كانوا يعملوا كمان لبنة بالشتي مع الزيت يعني حطوها هيدا الجلل بس صراحه كثير كانت طيبه كثير يعني هلا هي شكل هيدا الطبخه شو بقي بالبيت يحطوها هلا انت متاثره فيها لانه هلا معش اكلتيها صحيح. ومن زمان اكلتيها على ايد ستي صحيح وفوق في سقعه بصير واحد يحب اكل اكثر عشان هيك لقيتيها كثير طيبه. شكرا لك نادين نحن جبناك من عشاء لتكوني معنا وتعطينا هيدا الاستشاره. انا بدي اقول للشيف انطوان كمان انه نحن فخورين كثير انه لبنان انتج هيك يعني شخص نحن كثير بنعتز فيه. هذا من معزتك. ميرسي وثانك يو انتوني. ميرسي. حاسس حالها بالبيت تبعي بس شفت انتوني استراحه وبنرجع. شكرا ميرسي ثانك يو. يلا باي باي ثانك يو. بلا طول سيرة بلا طول سيرة والليلة ليلة البوزة اللبنانية. بما أنه ما فينا نمرق على شيء خاصه بالأكل اللبناني من دون ما نعرف رأيه برحب كمان مرة بالشيف أنطوان. أهلا وسهلا فيك ضيفي بهالفقرة. الشيف أنطوان الحاج نجم تلفزيوني بيطبخ
بغني وقريبا بيمثل كمان، بتعرفوه من خلال برنامج مستمر من سنوات طويلة عبر تلفزيون لبنان وكل البرامج الكوميدية بلبنان. الشيف أنطوان ترأس لسنوات قسم الدروس التطبيقية بالمعهد الفني الفندقي، وحاليا هو مدير القسم الفندقي بمعهد السائتي. أهلا وسهلا فيك كمان مرة شيف. المطبخ اللبناني معروف عالميا يعني بسمعته، بالوقت اللي البوزة اللبنانية غايبة كليا وما تقدمت معه، شو السبب؟ لأنه البوزة محدودة، في إلى أصناف محددة لتتنوع عليهم، التركيبات لإلها هي تقريبا ذاتها، وقت بغيروا بس بصنف الفواكه تحمل اسم الفواكه اللي فيها. واليوم 90% وأنا مسؤول عن كلامي، كتير من شركات البوزة يلي عم تصنع كلهم بيصنعوا الإسانس، بيحطوا الإسانس بالبوزة. يعني بدك مثلا نكهة المشمش بحطوا إسانس المشمش، ولا جنس المشمش بكون بقلبها وبتطلع مزبوط على مشمش البوزة. طب هي الإسانس كيف بتنعمل؟ بشلوها من قشر المشمش مزبوط، وبيشتغلوا عليها ومع اشياء مواد كيماويه بحطوها. نعم، وهذا بتنعمل تصنع بلبنان الإسانس او من برا؟ من برا اجبنا بيجوا، بعد بلبنان ما في منه. نعم. طب هل فينا نقول في بوزة لبنانية وإياها البوزة اللبنانية؟ أكيد في بوزة لبنانية اللي صارت البوزة العربية اللي نحن منعرفها، واللي هي بترتكز على المسكي والسحلب، يعني الباز الأساسي. يعني الدق أو قبل الدق؟ في دق وفي مكانات، صار اليوم في مكانات. نعم. بس هي الأساسية هي اللي طعمتها مسكي المسكي وسحلب. مسكي وسحلب، نعم. نعم. يلي هي بدقوها دق من زمان كانوا، ويلي هي معروفة بالمسكي اللبنانية أو الشامية أو ما شابه ذلك. وكانت يعني الناس مش من مكان يقدر يعرفها، وما بيعلموا كان الأجيال عن البي لابنه فقط لغير أو الحد منه، وما يخلوها تكتر. ولكن من بعد ما صار فيها الآلات الكهربائية الموجودة اللي هي بتصنع البوزة، وصارت تجي من خارج لبنان ويشتروها التجار اللي بروحوا، صارت البوزة بالنسبة يلي هي أكتر كيلو بوزة بيكلف 1500-2000 ليرة. هلا بينبيع ب 17 بتقلي لا، وب 20 أوقات بحطوا له شوية كريمة بيزيد شوي سعره، لأنه المكنة هي الغالي. يعني ما في مكنة صناعية اليوم بالسوق تحت ال 15,000 دولار. هالقد هالقد، وهي لا تعمل لك بالخمس كيلو. اللي بتعمل 30 كيلو 40 كيلو حق ب 60-70,000 دولار. طب بخبرتك هل في إمكانية لتطوير البوزة اللبنانية؟ هلا أنا من زمان ومن 25-27 سنة يلي كانت أصناف البوزة محدودة، أنا يلي صرت أقول بعد لازم يطلع في بوزة على مشمش، بوزة على فريز، كله كان بالاول بس فقط بالشوكولا والفين وشوي بالفستق. نعم. يلي هو في الحلبة، حتى فريز ما كان، كان في فريز من زمان. نعم. هذا كله انت ساهمت بيه؟ هلا ساهمت، اكيد ساهمت بتطوره، وقلت لازم ينعمل بوزة من كل انواع الفواكه، بينعمل بوزة. نعم. كل انواع البوزة بينعمل فواكه، لحتى الست اللي بتخاف على اولادها ما تطعميهم بوزة وخيفاني من السوق من اي شيء، فيها تجيب مكانة بوزة صناعية بيتية. في موجود؟ موجودة تقريبا حقها بين 800-1,000 دولار حسب. نعم. مكانتها بتعمل كيلو نص، فيها ساعتها تساوي احلى بوزة لعائلتها من الفواكه، والفواكه بيكون عندهم بالجبل بيطلع بالصيف، يعني بيزيد دراق، فينا نساوي بوزة على دراق، بيزيد نجاس، بيزيد خوخ، مش كله بينعمل منه، وساعتها ما بتكلفها 1,000 ليرة لها. نعم. طيب واللي بيحطوا المي، يعني بيعملوا اوقات شيء عصير وبيحطوهم بال المكنة اللي هي صناعية وغالي، اذا بتحط فيها مي وصبغه، اما شوي بيكتين او سحلب مع شويه سكر، بيطلع بوزه. نعم. لك شو خطره اللعبه يعني اوقات. وبعدين بحطوا لها اسانس تحمل الاسم يلي. نعم. بيسموه فيه او اللون او اللون، ما بيلونوها شوي. نعم. الصبغه بس هي كل السر بالسحلب، يعني سر البوزه بالسحلب، بالسحلب وبالمسكي بالعربيه والبيكتين اللي هو نشاء الفواكه. نعم. في منه بمحلات صناعة البوزة، وهذا شيء بودرة بيجي أو بودرة؟ نعم سائل. بودرة. نعم. طب اليوم عم نشوف هيك أنواع مبتكرة من البوزة، عفواكي أكتر، شقف فواكي، بصير يتفنن فيها. نعم. التاجر البوزة بصير يتفنن فيها وبصير. نعم. يزين فيها أكتر، أو إذا فيها كريم أكتر، يعني بيكون في بوزة بتشبه التلج وأنواع تانية، يعني الستيك وانواع تاني للبوزة، يعني احيانا بتكون كتير هيك دسمة كأنه. نعم. فيها كتير زبدة. هلا وقت اللي بتجي على ستيك بتكون سكرها قليل وميتها كتيرة. وقت اللي بتجي دسمة بيكون بدخلين لها كريمة، وهون ساعتها بصير الكيلو يكلف 3-4,000، يعني أكتر شوي من العادة. مشان هيك كل ما كان فيها سكر زيادة بتصير ليني أكتر،
واذا قلوا السكر بصير تقسى اكثر. وانت يعني من الواضح ما بتحب البوزة. بلا كيف ما بحب البوزة، بس بحب البوزة بالصيف شوي، بكلها بالشتي، بس وقت بكلها بالشتي بصير بكلها شوي شوي مشان ما تروح للزعيمة يعني. نعم. فقط. وبتنسأل عن البوزة يعني اكيد بنسأل يعني السيدة اللبنانية او اللي بيطبخ بالبيت يعني ان كان سيدة او رجل مهتمين يعملوا بوزة، او هيدي البوزة هي شيء بتشتريه من السوق مش بتعمله بالبيت؟ بيجوا نوعين، في ناس كتير بتحب هي طعم ولادها، لو كانت مع مصاري واغنياء بتحب هي تعرف شو طعم ولادها، مشان هيك بتسأل نحن بنجاوبها. وفي عدة طرق، في مثلا فيك اليوم تسوي بوزة وتصير تحطها بالفريزر، كل ربع ساعة بتطلعها، بتدقها شوي بتخلطها وبترجع بتحطها. كيف بس تقول بتدقها شو يعني؟ يعني بتحطها مثل كيف بندق التوم، بتصير تدقها لتحركها. نعم. زيادة ولتعطي معك هالتمغيطة. نعم. بس ما تستعمله تبع التوم لأنه بتطعم. أكيد. مدقة مثلها. ايه. بس ما مندق فيها الا بوزة مش للتوم. نعم. نو جارليك نو اونيونز. هلا فيك اذا بدك جيب جرور ثلج. نعم. جرور ثلج ذوب شراب التوت وجيب خشبة حطها فيه وحط لها مي وحطها بالفريزر، تطلع بوزة على الثلج مع شوية سكر. نعم. رح انطلق معك شيف انطوان مع توب فايف افضل او بوزة او توب 10 افضل بوزة على قلبي بلبنان، والبداية رح تكون مع بوزة بشير. رح نعتمد التسلسل الابجدي بجولتنا على توب 10 اطيب واشهر انواع البوزة اللبنانية، والبداية مثل ما قلت مع بوزة بشير لانه بحرف البي، ورح نعتمد الابجدية الانجليزية. في اعتقاد انه تسمية بوزة بشير بتعود الى الرئيس بشير الجمير، ولكن بالحقيقة لا، بتعود التسمية الى اسم عائلة المؤسسين والجامع المشترك مع الرئيس الجمير، هو بكفية بلدة ادوار وموريس بشير اللي بلشوا بصناعة البوزة سنة 1963 1936. يعني بوزة بشير وجدت قبل استقلال لبنان بسبع سنين. اليوم الجيل الثالث من عائلة بشير مستلمين المصلحة. بوزة بشير هي أكثر نوع بوزة عنده فروع بلبنان، يعني تقريبا كل شارع أساسي في محل بوزة بشير، وكمان عندهم فرع من سنتين بباريس بمحاولة لنقل تجربة البوزة اللبنانية إلى العالم. بوزة بشير هي شركة عائلية بلشت سنة 1936 من قبل الأخوين إدوار وموريس بشير، وكان أول محل لنا ببكفية بساحة بكفية، وحب إدوار يسمي اسم خيو موريس بشير على اسم البوزة، لأنه موريس ما أجا أولاد وحب يهديه هيدا الكادو مثل ما بيقولوا، لأنه عايشين مع بعض. نحن وقت بلشنا بالبوزة، جدي وقت بلش بالبوزة كان كل شيء عدق، ما كان في مكانات، كانوا يجيبوا الحليب ويحطوه ويغلوه وبس ويحطوا له صحلب ويصيروا يدقوه بالعظم، يدقوه على فترة ساعات، وكانوا يجيبوا الثلج من صنين ويجيبوا مكنة من النمسا، مكنة ميكانيك مش إلكترونيك، يحطوا الملح من برا مع ثلج تتوطى حرارة الثلج للأربعة تحت الصفر، ويحطوا البوزة ويصيروا يبرموا، هي فيها مثل شفر من جوا المكنة، مع وقت البرم تسقع البوزة يشلوها ويعلقوها مثل اللحمة، ويصيروا يقشطوا البوزة ويحطوها بالبسكوي. بعدين بس صار في مكانات، جدي إدوار وخيو موريس راحوا على فرنسا بالسيارة من لبنان، راحوا لهونيك وشابوا معهم أول مكنة، وصار هون بلشنا بالتطور الميكانيكي الإلكترونيكي إذا بديك، صار يطلعنا إنتاج أكتر، وصرنا نتطور لحد ما نحن جيل الثالث كمان، يعني كنا عايشين بنفس البنية 14 ولد بين شباب وبنات، كبرنا ومن محبتنا لشغلنا ولهالعيلة حبينا نتوسع ونحط اسم بوزة بشير بكل الأراضي اللبنانية. سنة 2017 صرنا بكل لبنان، والفكرة ننتشر من لبنان. أول مرحلة ندعس ببلد أجنبي، وقت رحنا على باريس فكرنا أنه كتير صعب، بالعكس كان كتير هين لقلنا، لأنه كل شيء بلبنان كان موجود، عتيناه هونيك، وبالعكس الدولة الفرنسوية شافت أنه كل شيء مزبوط وانبسطوا كتير بشغلنا. يعني تميزنا بأول شيء طبختها، الدسم القليل، السكر القليل، الطريقة اللبنانية، الدق الطبيعية، هيدي بينت
انه نحن غير. نحن المبدا يلي مشينا عليه من 80 سنه ضلينا مشينا عليه لانه العالم هي وثقت فينا. بالنتيجه نحن عم نشتغل بضمير، عم نشتغل بمحبه، وعم نعطي من قلبنا هيدي المصلحه. ان شاء الله خير اكيد، هيدا هدفنا كلنا سوا، هدفنا انه كمان اولادنا يكفوا واولاد اولادنا يكفوا. شو رايك ببوزة بشير شيف؟ منا عاطلة طيبة، أنا بحبها أوقات بيجي بياخذ منها. شو بتحب فيها؟ في شيء مميز؟ لا نكهتها طيبة، أنا باخذ بس شوكولا حليب فستق. مش فوي، منك صحي بأكلك. مش كيف ماني صحي؟ فكرتك يعني ما رح تاخذ إلا فريز وتوت و ما لأنه أنا ابن جبل، على طول بناكل توت وفريز والأشياء جبلية وزرعينهم، مشان هيك بحب نوع شوي. نعم، طيب الشوكولا يعني قلت إنه الأغلبية بيكون إسانس يعني. نعم. إلا بعض المحلات اللي بتكون حاطة الفواكه مضبوطة، قلت 5% بس ومسؤول عن كلامك. بالشوكولا كيف بتعرف الجودة كيف بتبين؟ بتبين حسب نوعية الشوكولا، كل ما كانت جودة الشوكولا أفضل، كل ما بتطلع البوزة أطيب. وهي الشوكولا بتجي بودرة بهيدي الحالة أو بتجي بتتدور؟ هلا فين يشتغلوا اثنين، فين يشتغلوا بودرة كمان، في منها 12 صنف. نعم. مش جودي وتجي شوي شوي لورا، واكيد كل وحده حسب سعرها، وكمان بالشوكولا في عندك 8 بواب. نعم. طب شيف، بموضوع هلا الكثير دارج انه الشوكولا يعني اللي بنشوفه بالسوق نعم، الالواح الشوكولا كمان عم بيحولوها لبوظه، هي هيدي بالاضافه للشيء اللي بيعملوه بالكريمه بيكونوا عم بيجيبوا الواح ويقصقصوها ويحطوها بالبوظه او كمان بيصنعوها؟ لا، هيدي بتصير في مكانات اليوم، واكثر شيء بتيجي بتصير بالمهرجانات، بيجيبوا مكانات بوظه، ودرجه كانت برا جابوا منها على لبنان، من تحت هي البلاطه اللي بتسقع يلي بتعطي 3 تحت الصفر، بيجيبوا هالبسكوي بحطوا معه شويه خلطه مثل شوكو ماكس شويه حليب وبيخلطوهم وبيصيروا ياخذون ويجيبوهم على هي اللي بتجلد. نعم. من تحت بتعطيك البوظه وبحطوهم بالبسكوي وبيبيعوا الكاسه ب 8000. نعم. كلها ربح يعني. هلا بدنا نعمل، بما انه عم نعمل دعايات كثير اليوم، مثلا مارس، اذا كانت البوظه على مارس بيكون فيها شقف مارس عن جد؟ ايه. او بيجيبوا المواد اللي بتشبه المارس؟ لا لا، مارس شو حقه لوح المارس؟ 750 عاملين عروض عليه، وين بيجيبوه بالجمله؟ وهيدا اللي بحطوه على هيدا الهيل اللي قلت، هيدي يعني هيدا اللي قلت عنها وبتصير تطلع هيدي هي مجلد جليد 3 تحت الصفر هي. هلا دارج انه كمان هيدا في هلا بالمولات محطوطه، هي محطوطه وبيشتغلوا عليها بهالتقطيع هيك، بصيروا يعملوا لهم اشياء رقيقه شغلات. طيب هي شو اللي بيحولها؟ يعني هي هيدي اللوح الجليد هو اللي بيحول هيدي الكريمه للثلج لبجلد؟ يعني هيدا الكلام اللي عم اقول انا، اذا بتحط مي وسكر واما مسكي مع سحلب او بيكتين بيطلع. يعني هي قصه لوح، المكنه هي لوح، قصه تجليد، والتجليد مش دفعه واحده، تجليد على مراحل، وهي يعني بتكون على الكهرباء هيدي مثل البراد. على الكهرباء براد، بتعطيك فريزر من تحت. نعم. بقوه لفوق عم تعطي، هلا كل شيء عم يجي على الطبقه عم تعطيك اشي تجليد، هو بقشها وبصير تعمل معه بهالشكلات بهالاشكال. وانت لما بدك المكنه المنزليه اللي قلت عنها هي كمان زيت هيدا المبدا؟ نفس المبدا. نعم. جرن بيعطي دير مندار جليد، لحتى الشفره الموجوده بقلبها اذا بك تدورها قبل 10 دقائق لتحط البوزه بقلبها لازم تدورها وتضل الشفره تبرم، لانه اذا ما برمت الشفره بترجع لتيجي تبرمها بطق الاكس تبعها، لاي بتكون لقطت على الجليد. وهيدي المكنه موجوده بالمحلات اللي بتبيع ادوات منزليه أو الكبيره؟ بتصور الكبيره. نعم. وانت عندك وحده؟ عندي وحده اكيد، وبعمل فيها بالصيف. بما انك شاف قلت انه انت ابن جبل وبتاكل الفواكه طبيعيه، بالزمانات يعني ايام اول ما بلشت بوزة بشير بالثلاثينات بالجبل كانت درجة انه بياكلوا ثلج، يعني حتى الاولاد هي تسليتهم اكل الثلج بالشتاء. بالشتاء بياكلوا ثلج، بالشتاء بتطلع يقسمها، بحطوا الثلج اللي بيجي نظيف بحطوا معه دبس. نعم. وشويه مظاهر نتفة موارد وبياكلوا عصرة حامض يقسمها بيقولوا له. هي مشان هيك نحن عم نشجع على اكل البوظه بالشتويه، لانه بالتراث اللبناني البوظه مربوطه اكثر بالشتاء. مزبوط. تاريخيا هلا من اقدم انواع البوظه اللي تباع هي البوظه الليموناده بالعربيات من ضيعه لضيعه، هيدي بتتذكرها شيء او بتذكرها؟ ولحتى هي ذاتها هي الليموناده. نعم. نرجع للكلام، اذا على الطريقه الاجنبيه بتحط لها بيكتين، على الطريقه. نعم. الشرقيه شويه سحلب نتفه مسكي بتطلع بوظه على ليموناده. على حتى بالبوزة الليمونادة في سحلب؟ تزبط. طب هي السحلب له طعمه؟
سحلب بشده يعني نحن لما ناكل في شيء حلو بناكله سحلب، سحلب السخن خاصه برمضان، هي هيدي زيت الطعم السحلب هي مثلها، بس هيدي بتكون نوعيتها اخف شوي وبلا طعمه او فيها بلا طعمه. يعني السحلب اللي بناكله بالشتاء مع الكعكه له طعمه، طعمه السحلب او طعمه الحليب؟ لا طعمه الحليب، السحلب مأثرة على الحليب، الحليب طعمته غير هيك، وبحطوا له فانيليا لتساعد على تروح طعمه الحليب. ولا شغلي هالسحلب شو لك هو من شو بيعملوا السحلب؟ السحلب في شجره لإله مثل كيف عود القرفه، كيف في القرفه في شجره السحلب، في شجره وموجودة منا بلبنان؟ لا موجود، لا أكثر شيء بإيران في منا، بيجي كل يعني مصدر بيجوا من برا. وفي أنواع منا كمان فيه. فرجوني شي شجرة سحلب بغرفة العمليات. بهالوقت رح ننتقل للتوب 2 وبوزة كورتينا. من بوزة بشير إذن وفروعها إلى بوزة كورتينا الموجودة بكل المحلات الصغيرة والكبيرة على امتداد لبنان. أول شيء نعم بوزة كورتينا بوزة لبنانية ولكن بتسمية إيطالية، بلشت سنة 1965 مع حسن ومحمد علم الدين من بيروت. المعمل الأول كان بالحزمية وحاليا بالتكوانة، وتعتبر معامل كورتينا أكبر معامل البوزة بلبنان. كورتينا بلشت سنة 1965 يلي أسسها شخصين، هني حسن علم الدين ومحمد علم الدين يلي بيكونوا بي وعمي، هني أسسوها وبلشوا فيها. It's a family business. صارنا نحن هلأ وصلنا أنا second generation، في third generation كمان فاتت بالشركة. الفكرة بلشت بالصدفة، كان والدي بإيطاليا وعم يسافر، في عنا كان غير شغل، ما بعرف مين عرض عليه بوزة وما بوزة، قام اشترى مكانات وبلشت هيك، بس يعني بدون بالسفرة، مش انه مدروسة او شيء، ما فيها فيزيبيليتي ستادي او مثل ما هلا بيشتغلوا. كورتينا هي الاسم في 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 منطقة بإيطاليا اسمها كورتينا ديل بيتزو، هي هيدي سنتر سكي ومشهورة عالميا، مشان هيك تسميت كورتينا. كورتينا هي 100% لبنانية، ما فيها حدا من اول نهار لاخر، بس الاسم الاجنبي. نحن فعليا اليوم كورتينا اول ناس بلبنان بكل الموجودين، الزملاء الموجودين هن اجوا بعدنا. نحن بالشتاء ما بنشتغل، بس بالصيف، لانه حسب السوق والعادي بلبنان العالم ما بتاكل بوزه بالشتاء. بالصيف الحمد لله في انتاج، في كميات كبيره، عندنا طاقه انتاجيه كبيره، عندنا اصناف كثيره، يعني ما المعمل تبعنا من اكبر المعامل اذا مش اكبر معمل. بنجرب قد ما فينا نطور، قد ما فينا نحسن. الظروف صعبة بس الحمد لله ماشي الحال، السوق بياخد كل شيء إجمالا، بس في اتجاه بشكل عام بالسوق للرخيص، لأنه حسب الأزمات الاقتصادية والوضع المعيشي العالم شوية عم تجرب توفر. ما غلينا ولا مرة، ولا فيك تغلي، خصوصا هلأ يعني الأوضاع ما فيك تغلي، مع أنه الكلف كلها عم تزيد وكل الأوضاع عم تزيد، بس ما فيك تغلي. بلبنان في قصة العملة الكوينز، يعني عندك مثلا 250 500 1000، ما فيك تقولي 1050 ليرة، ما فيك تقولي 300 ليرة. هيدي من أحد المشاكل بالاقتصاد، إنه ما فيك تقولي للزبون اليوم 250 بكرة ب 500 ليرة. كان في شيء 7-8 برودكتس، مش أكثر، اليوم عندنا بال 70. أنا بحب الجاينت وكثير عالم، يعني هيدي المعروفة بكورتينا، اللكشري أيتم تبع كورتينا والأودوغام. صعب عليك التصدير باخر النهار، نحن اسواقنا مفتوحه لكل العالم واسواق العالم مسكر علينا. كورتينا الاهم شيء انا بنظري هلا قصه التيست، واحد بيحب شغلي ما بيحبها هذا حر، كل واحد ذوقه، بس كورتينا بقول لك اهم شيء بيميزها النظافه والصحه والنورمز، هيدا اهم شيء. طبعا
طبعا من ضمن انواع بوزه كورتينا الفاخره بتبقى الاكثر شعبيه بوزه ال 250 او ال 500 ليره، واللي هي البوزه المفضله عند القطار اللي كمان معروفه ببوزه الثلج، هي المفضله بالصيفيه على البحر، والبوزه الوحيده اللي الواحد ما بيحس بالذنب، جلت فري بوزه، وانا اساسا بحبها اكثر شيء بوزه الثلج وارخص وحده. بتبورد بسرعه. بتبورد بسرعه، ايه هي بعتقد اكثر وحده شعبيه بكورتينا. لانه هو هدفه اللي بده ياخذ البوزه بالصيف يبورد، مش ياخذ شيء دسم. نعم. عشان هيك بنقي هالخفيفه. نعم. على سيره البوزه والصيف والخفيفه، دائما يعني براس اماتنا دائما في خوف انه البوزه ممكن تكون مضره او ممكن تكون غير صحيه. فعلا هيدا بصير بالمحلات الصغيره. بس المعامل الكبيره مثل بوزه كورتينا وغيرها اكيد عندهم بسطره وعندهم تعقيم، وهو بس يصيروا البسطره والتعقيم للحليب ببطل في اي مشاكل للبوزه، مشكله. نعم. ساعتها كمان يلي بيكون عنده محلات كبيره ومنتبه ما بيصير عنده مشكله، بس يلي بيكون اوقات من قريبه بصير يساوي بوزه وبده بكون يستعجل يلحق السوق، اوقات ما بيغلي الحليب او ببستره بصير عنده مشاكل. نعم. على كل الاحوال البوزه كصناعه مربوطه بوزاره الصناعه بلبنان، هن بيشرفوا على معامل البوزه، بس المشكله انه الاشراف بيكون بس يعني للحظة اللي بيظهر فيها الكميات البوزة من المعمل. على كل أحوال زرنا وزارة الصناعة لنسأل عن هذا الموضوع. خلينا نشوف هل تقرير مع رئيس دائرة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة السيدة لينا عاصي. يبلغ عدد مصانع البوزة المرخصة في لبنان 93 مصنعاً تعمل تحت إشراف ومراقبة وزارة الصناعة. بداية وزارة الصناعة مسؤولة عن القطاع الصناعي كله بما فيه المصانع الغذائية، أكيد البوزة هي ضمن المصانع الغذائية. هلأ بتبلش دور وزارة الصناعة للمصانع بالترخيص، بدءاً بالترخيص، كمان وزارة الصناعة بتراقب هالمصانع هايدي لما بتطلب هالمصانع شهادة صناعية. اثنين مبدأين في عنا، بوزة الحليب اللي بتنضم لإلها فيها فستق والكراميل والفاني والشوكولا، والسوربيه كل شيء فواكه معروفين. هلا طريقه تصنيعهم بستر، اثنيناتهم بدهم يتبستروا، اوكي، لانه الفواكه اكيد في عليها بكتيريا كمان، بس درجه البستره بتكون حراره البستره للفواكه اقل من الحليب والكريم والبتر. يعني هلا اكثر شيء نحن عم نشتغل على الملونات والسلفيت. تقول لينا عاصي رئيسه دائره الجوده في وزاره الصناعه انه بعد خروج البوزه من المصانع تبدا وظيفه وزارتي الاقتصاد والصحه، ولا يعود لوزاره الصناعة أي سلطة عليها. أنا بروح على المصنع اللي هو بيخدع على الأوتلت له، أنا مش مسؤولة بس تصير تنباع للزبون. يعني تفوتي على المصنع تظهري منه بعدين خلص الكم يوم بعدين بس يصير هون مقلنا علاقة. بس كمان إذا تأكدنا أنه المصنع منيح فينا يعني يدافع عن حاله بعدين إذا صار أي مشكلة، أنه مش المشكلة من عنده. يعني بيكون في مشكلة بالتبريد يمكن بالسوبر ماركت أو بالأوتلت. يعني حركة تصدير البوزة إلى الخارج شبه معدومة بحسب معلومات وزارة الصناعة، نظرا للمواصفات والمعايير المعتمدة في الخارج وغير المتوافرة في لبنان. هلا علمي مش عم بتصدر البوزة بشكل عام. المنتجات من اصل حيواني الدول الاوروبيه ما بتقبلها لانه بعد في عندهم متطلبات بعد لبنان مستوفيها. السنه الماضيه صار في قانون بالولايات المتحده الامريكيه، يعني عملوا على تعديل قوانينه، صار في اسمه قانون السلامه الغذائيه المحدث فيزما، فود سيفتي مودرنايزيشن اكت. هو في يعني كل واحد بيصدر على امريكا عنده اوراق كثير بده يعبيهم وريكوايرمنتس ومتطلبات. المفروض المصنع اللي بده يصدر يكون حدا يعني عم يشتغل فيه او حدا مراقب له انتاجه، ويكون اخذ شهاده اسمها حتى تاهله يكون بي سي كيو اي انديفيدوال، يعني فرد مؤهل للرقابه الوقائيه. صار في شيء رقابه على البروسيس، في سبلاير كمان، في يعني ورقه او تابل بده يعبيه عن السبلاير، في شيء عن المواد المسببه للحساسيه. يضاف الى هذه الشروط بحسب اصحاب المصانع طبيعه البوزه القابله للتلف السريع. على ما يبدو فإن اتجاه هؤلاء هو لفتح فروع لهم في الخارج وتصنيع منتوجاتهم هناك كمدخل لدخول النكهات اللبنانية السوق العالمية. كنا عم نجرب مع وزارة الصناعة نعرف قدي يعني حجم سوق أو صناعة البوزة بلبنان بالاقتصاد اللبناني، ولكن مع الأسف مثل كل شيء بلبنان ما حدا عنده ارقام دقيقه الا انت اشطر واحد بالارقام. كيف بتحفظ الارقام على التلفزيون والمقادير وكيف دائما
والاسعار والكالوريز بكل طبخه وشو ما بدك. هذول كيف بتقولوا هيك يعني على الخبره؟ لا ولو يا زفان شو معقولي هيك؟ لا لانه المعلم بيقول هيك يعني أوكي. لو ما هيك طب كيف تحبني هالناس؟ أيوة بتحبني والله. لانه عم بيجربوا بيطلع كل شيء مزبوط. نعم معك مبسوط بالبرنامج ايه يعني كل مره بحسك مثل كانه اول مره يعني عندك دائما هيدا الحماسه وهيدا الحب مزبوط والشغف للطبخ وللمشاهدين وللتلفزيون لبنان يعني هالشاشه العريقة. انا اساسا بحب اعلم موديلي يعني شكلي بحب اعلم ايه. مشان هيك انا مخرج 39 الف طالب نعم مش واحد واثنين ومستلمين اهم مراكز بالخليج نعم وبلبنان وبعدني عم بعطي مسيرتي بس جيت وقت جيت على التي في عم بعطي لست البيت يعني بتتغير شوي عن طريقة التعليم اللهجة أي. لهجة شوي نعم انت وين بتكون مرتاح اكتر بالصف او على التلفزيون يعني وين هيك بتاخد راحتك اكتر او نفس الشيء نفس الشيء صار شيء عادي نعم حاسس انه هالفترة خف شوي الزناخ عليك بالبرامج لا بعدهم وكيف عم تاخدها بروح رياضة تعودت او تعودت لانه اذا ما بياخذوا مني شوي ومن غيري شوي ما عندهم برنامج لان صارت البرامج كلها بلبنان تقريبا تشبه بعضها نعم 70% هي بيحكيها هي وبيحكيها هي شيف انطوان شكرا لك مأكول الهنا دائما استراحه سريعه ومن بعدها انطوني الحيل بلا طول سيرة ومنتابع جولتنا بالتسلسل الأبجدي على أطيب وأشهر محلات وأنواع البوزة بلبنان بحسب رأيي وبينضم إلي هلأ بالاستوديو أنطوني الحيل أهلا وسهلا فيك كمان عايزة فان بين القديم والجديد بين بيروت والمناطق وبين المعامل الكبيرة والمحلات الصغيرة بنوصل إلى بوزة الفتى المؤسس هو جميل الفتى من بيت شباب سنة 1938 يعني نحن كمان أمام بوزة تاريخية عريقة من قبل الاستقلال فرعين لبوزة الفتى اليوم ببيت شباب وببكفية وبوزة الفتى فخورة بالنكهات اللبنانية وكمان بالميري كريم الأمريكية على الطريقة اللبنانية نحن فاتحين من شي 80 سنة تقريبا وبالأساس خلو لبيي هو كان بالمصلحة وبعدين عمي تعلمها منه أول فرع كان بيت شباب تحت كمان ضل شي 50 سنة عمي أنا فتحت هون أخذت من عمي أنا هون هون إلي شي 25 سنة تقريبا هون فرع بكفية أكيد أنضف بوظة صراحة يعني مش أنه لأن أنا بعمل بإيدي معدي لشغيلة أجانب ولا شي نحن بنعمل بضاعة طبيعية كله ما في اسانس ما في صبغة بالبوز عنا كله حليب طازة حليب بقر طازة بنحط فيها البوز هي كلها على الكورنيه مثلا البوزة 3000 وين ما كان يعني 3000 حليب في منهم بيضاربوا بيعملوا ب 2000 بس انا بنعمل بضاعة منيحة مميزة يعني مش ما في ينزل اسعار في حليب شوكولا فستق لوز حامض فريز ورد شمام مانجا توت يعني هو عليهم طلب اكثر شيء بعدين في القشطة كمان عليها كثير طلب نص الجمعة بيكون ماشي شغل منيح بس انه مش مثل جمعة سبت احد هو ضغط شغل كله جمعة سبت احد بس الصيفية بفتح ببلش من الربيع من اذار يعني لتشرين وانا عندي كثير امريكيين كمان كان مميزة يعني بيقصدوني من برات المناطق من برات بكفاية كلهم بيجوا ياكلوا عندي امريكي كريم إذا عبالكن تدوقوا بوزة الفتى بدكن تنطروا للصيفية اللي جاية من بوزة الفتى إلى فتى البلوجرز اللبنانيين نو جارليك نو أونيونز قصة نجاح بيوقف خلفها ضيفة أنطوني الحيل طبيب الأسنان اللي اعتزل الطب السنة الماضية وكرس وقته لشغفه بالأكل والتنقل من مطعم لمطعم وهلأ من بلد لبلد موقع بلا بصل بلا توم هو من أوائل مواقع الفود بلوجز بلبنان انطلق أساسا من فكرة البحث عن المطاعم اللي بتقدم مأكولات من دون بصل وثوم لأنه أنطوني عنده حساسية بعد هالحساسية بعدها عم تزيد مع الوقت عم قلبي جرب تخف بس مش عم تزبط ما في دجاج وثوم يعني في حياتي أبدا في دجاج بلا ثوم بلا ملعقة أكيد أنطوني نو جارليك نو أونيونز انطلق بال 2012 يعني 7 سنين
بيرصد المطاعم، المأكولات، مأكولات يعني بالمناطق المناطقية، بقيم المطاعم، بقيم الجديد، الترندز الجديدة بالأكل. من 7 سنين لما بلشت كنت تتخيل أنه يوما ما رح تترك الطب وتلحق الموقع؟ ولا مرة. بلش از بلوج، يعني كان بلوج، ما كان الناس تعرف انا مين. كنت فوت على مطعم حط له علامة يقروه العالم على السوشيال ميديا او على الويب سايت، وما كان لبنان معود على هذا الشيء الموضوع. كيف حدا بيكتب شيء عاطل عن حدا؟ واليوم اذا بتفوت على كل الويب سايت تما سميهم بلوج، كل التوب 10 كلهم مدفوع حقهم، الا لليوم على نوغاليك انيونز بكل فخر. بس ليه؟ ما هي الكل فات بلعبة التجارة الا انا. أنا كثير مبسوط من هالموضوع، لأنه بعتبر أنه عايز صور الفاتورة واكتب إذا منيحة أو إذا عاطل. عايز ولا بأي طريقة فتت، يعني لأنه مش عيب. كل البلوجرز، كل الانفلونسرز، كل واحد حرب اللي عم بيعمله، أنا مبسوط باللي عم بعمله. بدي بس أنت يعني شي فعلاً ما عم تدخل بلعبة المصاري. وبعدين بلشت ولا بأي طريقة؟ أبداً، بلشت أز بلوج، بلش بعدين كفت انستغرام، رجع صار في الفيسبوك بيج، واليوم حتى مشوار تي في شو اللي بيبرم على كل الضياع بلبنان تيفرج لبنان على يوتيوب الحقيقه تبع لبنان، تيفرج العالم انه لبنان منه اخبار ومنه دراما كل وقت. في ناس اللي بسميهم انا الهيروز، هول العالم اللي صار له 50 سنه و100 سنه، مثل هالزلمه اللي طلعت لعنده على بكفيه ونزلت لعنده على بيت شباب، بس ما الاخبار ما بتحكي عنه. يعني في هالبروجرام يمكن معك اليوم عم نفرجيهم، هذا البروجرام كمان انا بتكلف منه كله سوا، تفرج لبنان للعالم. بس انتوني يعني احسن ما احط براسي واثبت هذا الشيء، ما في ولا اي طريقه تعامل مالي مع الناس، لانه على الانستغرام عم نلاحظ لهجتك تغيرت. 27,000 صوره ولا وحده. ولا وحده. ولا اي. طب مثلا اليوم تفاجأت انه انت يعني صاحب فكره ومسؤول عن سوق الاكل. صح. هل سوق الاكل هي الطريقه يعني؟ سوق الاكل هو اكيد بزنس ديفنتلي، فيه شغل، فيه انفستمنت، فيه اكثر من 20 موظف عم يشتغل فيه. وهونيك ولا بنكتب عن المطاعم ولا شيء غير كومبليتلي ديفرنت عن البلوج يلي هو بيحكي بفرجي. يعني اليوم ساعات انا بيجي بقول لك على الويب سايت، امبارح جمعه الماضي حطيت اهم 25 بوظه لإلي على بلبنان، ما حطيت 50. هو ال 25 اللي برايي هن منيح يلي دقتهم وبعرف انه كثير منيح وكثير طيبين. على كل الاحوال نحن كمان نفس الشيء، كثير من العالم اللي كنا عم نحكي معهم لنعمل معهم انه هن بالتوب 10 المفضله تبعي قالوا لي انه سوري بس نحن ما عندنا موازنه هلا لندفع مصاري للتلفزيون. قلنا لهم نحن الفيوتشر الوحيدين اللي يعني ما للأسف عودت السوشيال ميديا كل العالم انه تأحكي عنك لازم ادفع لك ساعات ما بده هالقد. بس هذا مش شيء طبيعي، يعني هو في ناس يعني بتحب تحكي مقابل مصاري، وفي ناس تحكي بلا مصاري، ودغري هالشيء بعتقد ببين يعني من المنطق تبع دغري ببين. بس هي أسوأ شيء لما الانفلونسرز عم يتحولوا وكأنهم يعني بالبوردز، لوحات إعلانية على الطريق، وهيدا بعتقد نزعوا كل الشغلة. رح أرجع لموضوع البوظة، علاقتك بالبوظة كيف؟ غرام البوظة، رحت على ميلان عملتهم كلهم، رحت على نيويورك عملتهم كلهم، رحت على روما عملتهم كلهم، بلبنان ما بعرف إذا بعد في شي حدا نظامت علي. بحب البوظة، بحب استلذ بالبوظة، الفرق بين ايس كريم وجيلاتو، الفرق بين ماري كريم وسوفت سيرف، الفرق بين النيويورك ترندز يعني بعد ما وصلوا اغلبيتهم على لبنان. نحن اليوم معودين على شوكولا حليب، في اللي على بلاك ساسمي، في اللي لونه موف، اللونه روز، في يلي 100% حليب مش فاني، في كتير فرق بين فاني وحليب شوي، نحن بلبنان بنغلبط بالموضوع، في يلي الكون تبعها ملون، وغيرها من ميات الافكار. البوظة شغلة كتير كبيرة. نعم. طب شو اللي بينقص البوظة اللبنانية لتدخل كمان يصير عندها خصوصية وتدخل يعني تتحول كمان لهوية وطنية؟ يعني كيف البيتزا بإيطاليا، الجيلاتو، الحمص للبنان، يلي ما وصلنا له البوظة، يعني يلي ما وصلنا له بلبنان انه يكون في حماية للأكل ويصير في قانون للأكل. يلي بعني فيه اليوم ساعة بتروح على فرنسا، في نبيد تبع بوردو معروف، نبيد بوردو، ساعة بنروح على بتروح بتاخد كامامبير معروف كامامبير شو هو. والجيلاتو التليانية إلا رولز. انفورتشنت اليوم بلبنان في البوظة يلي كل واحد بيعمل على ذوقه. كنا عم نحكي قبل شوي في كتير سكر، في حليب، في مع بروديو شيميك أو لا. بعتقد تنقدر نوصل على محل تكون البوظة ينحكى فيها عالميا أكثر بكثير من هي اليوم، لازم تكون محمية بقانون كثير واضح، شو بحق لك تستعمل فيها، شو ما بحق لك تستعمل فيها. البوظة ساعة بتدوب شغلة كثير مهمة ولازم تدوب، ساعة بتضلها هادية على 10 دقائق، أوكي في سؤال بينسأل، ساعة بتكون كثير دسمة وكثير ثقيلة وسكرها كثير قوي، كمان سؤال بينسأل، زيت شيل الشوكولا ساعة بتحطه على إيدك، بأول 10 ثواني لازم يدوب.
عكس ما انه والله ما ديب يعني كثير قاسي، لا ما في كثير هو التفاصيل الصغيره يلي بعتقد بعدنا بعاد ان نوصل يعني له. موضوع مواصفات سلامه البوزه ما عم تدخل الى يعني ما عم منا سلامه اكثر من هاوس هي مشكله يعني خصوصيه. يعني شو الفرق مثلا بين انسى المقادير والسلامه والقوانين، شو الفرق بالنكهه او بطريقه يعني هي وجودها ككل بين الجيلاتو مثلا بايطاليا والبوزه اللبنانيه يلي عم بحكي عنه منه مكونات اكثر نعم. من ابيلاسيون كونترولي يعني توحد لا انا عم بحكي هي كبوزه حسب انه ما كبوزه كل بوزه لها شيء في او فيها تكون كثير فيها حليب او فيها تكون لا ما فيها حليب في يكون فيها مستعمل مية مثلا اليوم ما فيك تعمل بوزة على فريز يكون لونه 100% فريز لونه 100% روز اذا عم تحط لها شيء. البوزة على ليمون لونه ابيض ما لونه اصفر ابدا، فساعات لونه اصفر خلينا نسال حالنا كم سؤال هل المسكه موجوده مزبوطه او لا. ففي كثير في كثير اعتبارات لازم تتاخذ اول ما تترجلج مزبوط. ومثل ما كان عم يحكي قبل شوي انه ليش نحن ما عم نقدر نصدر لبرا، لانه يمكن مش كل العالم اونات مثل ما لازم، مش كل العالم عم بتخاف بس على شغلتها. يعني اذا يعني اذا بدك تقول بوزه اللبنانيه شو الصوره اللي بتحطها؟ الصوره اللبنانيه انا لقلي بوزه اللبنانيه بوزه على قشطه مع مسكه مع فستق على الوجه، هي بوزه فيها مغطى كتير حلوه لذيذه سكرها كتير خفيف، الكريمينس منا دسمه منا ثقيله، البوزه ما لازم تكون ثقيله، البوزه ما لازم تكون من بعد ما تاكل لقمتين تقول ما بقى قادر ما بقى قادر اتحرك، البوزه لازم تكون شيء خفيف. هذه موجوده بالجيلاتو التليانيه اكثر بالجيلاتو من اكثر بالجيلاتو من الايس كريم. الجيلاتو كمان مش حيالله حدا عمل جيلاتو، جيلاتو لازم تكون فيها هيك ساعات بتاكلها بتحس عبالك تطير انت وياها، لازم تكون مريحه خفيفه صار بتحطها على اللسان بتحس بطعمتها بلا ما تحس بسكرها، وهيدي الشغله كثير مهمه يلا درجه بتلقط اول كون بتقول لا عبالي واحد ثاني وهو واحد ثالث بلا ما تحس حالك اكل جاتو. المحطة الرابعة بجولتنا على بوزة لبنان بتوصلنا إلى أنطلياس النقاش وبوزة لفلوكون. هي الأجدد والأحدث، تأسست سنة الماضي بال 2018، الاستثمار لتيا مخول وياسمينة باسيل، أما القيادة فهي للشيف شارل عزار. بكل الحداثة اللي بيتمتع فيها المحل عم بيجربوا يقدموا حالهم كبوزة تراثية لبنانية بتجمع بين أطيب شيء بلبنان وأطيب شيء بباريس. أنا اسمي شارل عزار، خبرتي تقريبا 30 سنة بالباتسرية. الفكرة هي كانت أنه نكون نحن سبيسياليست بالجلاس. لما تكون سبيسياليست مش جنراليست العالم بتصير بتقصدك، مع أنه أنا بعمل الكرياسيون للفلوكون. الكرياسيون بتضلها كل السنة على مدار السنة بتضلها شغالة، يعني عيد الميلاد بيشيت، عيد الميلاد تروف غلاسي، عيد الميلاد عملنا مون بلان غلاسي، على فترة باك عملنا المعمول، بفترة رمضان عملنا أصناف رمضانية بالغلاس. نحن كل الأصناف اللي عملناها كآيس كريم هي مترجمة من الجاتو العادي. هي عملنا مفروكة بيستاش، مفروكة اللبنانية اللي العالم تعرفها. عنا حوالي 36 صنف بين آيس كريم وسوربي. نحن هون الستار آيتم تبعنا الكراميل توفي. هلأ هو التحدي الصعب أنه تقدري بالشتوية تقدر تضلك مهدية على إجرائك. نحن بيقولونا فندور دو بليزير، يعني نحن منبيع السعادة، منبيع فرح للعالم. أحلى شغلة نحن عنا إياها لما يقولون لنا بوزتكم كثير طيبة، ونحن عم نجي من راس بيروت، عم نجي من الفرية بالبيجامات بالليدا، أنه هيدي كثير نحن منبسط فيها. أنتوني شو رأيك بتجربة الفلوكون؟ أنا بحبه كثير لشارل، بيعرف قديش بقدر وبحترم شو بيعمل. بس شو الميزة برأيك بمنتوجاته؟ منهم فلسفيين نضاف، بيعرف حاله عن شو عم بيحكي. ساعة اللي بيقول لك فرنسوية مزبوط، عنده فيناس، عنده باسيون، عنده بيحترم البرودوي وبيشتغل فيه بطريقة كتير مرتبة. برأيك عم بيطور شيء بصناعة البوزة اللبنانية؟ كتير. كل حدا فتح محل بيعرف حاله شو عن شو عم بيحكي، عم بيعلي الليفل وعم بيجبر الأخي البقية يطلعوا. تأرجع على زيت الحديث بكلمتين عن قبل، ليش ما لازم بقى نلحق كل العالم يلي بتاخد مصاري؟ ما بقى في حدا يقدر يتطور، بيعرف حاله، بيدفع لك بتحط له صورة. طب إذا
اذا ما حدا حط صور مزبوطين او فرجة مين المنيح مش العاطل مين العاطل ما بنتقدم تنكون احسن. رح ارجع على البلوج عبالي كتير يعني لانه ما عم نشوف بقى العاطل دايما عم نشوف المنيح عم يتحول اكتر لتورستيك. عم نحكي عن الكل عم نحكي عن عم بحكي عنك وعن على انستغرام يعني. على انستغرام رح ارجع على البوزة هيدي بدي اتركها لغير موضوع انا بدي حرقسك انا على مرة يلا بس المهم نحكي فيها لما نخلص اوكي بما انه هلا عم نلاحظ ما يعني مثل الفلوكون في كتير محلات متخصصه بالبوزه وانت بتقول انه هيدي الصيفيه صيفيه البوزه رح تكون مزبوط اشرح لي اكثر شو قصدك. اليوم بلبنان صار في ترند من 2012 وقت ما بلشت لليوم كل سنه صار في ترند. بلشنا بالفرنش بيسترو جانا كفينا على السوشي جانا كفينا على ايطاليان ريستورنتس فاين دايننج قطعت فتره كتير اليوم اختفوا كلهم بعد في حدا دونك نحن نلحق ترند حدا بيفتح بينجح وبيلحقوا البقيه صارت حدا بينجح وبيعمل شيء كتير مهم او بيطلع حدا حده بيعمل شيء اهم او بيطلع الناس بتجرب وما بتضاين. وصلنا على محل اليوم عالميا هي ترند الحمص هالسنه وسنه الجاي كل العالم عم تحكي بالحمص والخناقه بينه وبين الجيران مين اخذها ومنخبرهم انه قلنا وبس اللي لبنان وصلت لمحل البوظه لانه صار في تخصصيه مثل عم تحكي مثلا في متخصص بشيء فبالبوظه صار في متخصص للبوظه وساعات كان في لقى اليوم اصله من الاهم كان بالفاين دايني بالهاي اند بوظه ورجع طلع حدا تاني محله أرسو بيانكو او غيره ساعات اجى فلوكون يفرج للعالم انه في بوزه مرتبه فيري هاي اند حقها فيها اوتوماتيكلي كل العالم رح تلحق فهالصيفيه صيفيه البوزه رح نسمع اكثر بالبوزه المرتبه نعم بس اصله بعده الاول يعني كفاين ايس بعده ما حدا في غبر ما حدا في يقرب على اصله على كل الاحوال كله منيح حسب كل واحد بيحب نوع البوزه تبعه. اذا انت بدك تاكل بوزه لوين بتروح؟ انا بنزل عند حنا متري وبس بالاشرفيه لان هذا الزلمه شبعان ما في مش عاطي فرانشيز لحدا بيعمل 5 أو 6 طعمات هول هن جد بيو بلشهم وهو مكفى ساعات اللي بتاكل البوظه بتاكل الفواكه مثل ما هي بتسكر عيونك بتحس حالك عم تاكل طب انا بدي اوقفك هون لانه رح ناخذك دغري انت عند حنا متري. المؤسس هو حنا متري موسى من بيروت سنة 1949 للمحل فرع واحد مثل ما قال أنتوني بالأشرفية. وبوزة متري مش بس بوزة هو تجربة تجربة كيف تطلب تجربة كيف بيعملوك تجربة كيف بنقولك إذا ما عرفت تنقي بمحل مساحته 3 أمتار مربع بس هل 3 أمتار صنعت أسطورة بوزة متري بالأشرفية. هيدا المحل بلش يبي من سنة 1949 كانوا بالأول يعملوا بوزة على تلج كانوا يدقوها بالبراميل كان البرميل ينحط البرميل أكبر ومية ملح كل ما برم البرميل يجي ملح يكبوا ويعملوا من جديد مع الوقت تطورت العالم صاروا مكانات وما مكانات وهيدا وصار هو يطور البوزة كيف صار هو يطور الحلو تبعه كيف يشتغل هيدا مشان هيك ما كان حدا يبيع بالهيدا الا بس يسكر بي وما بقى عنده يروح عند غيره كان يحب شغلته بل كان يعشقها لو ما هيك ما بينجح لو ما انا تعلمت وصرت مثله هيك ما بينجح من انا وكنت صغير كنت اجي ساعده اشتغل معه حبيته المصلحة وتعلمت بس هو ما كان يحب يعلمني اياها لسبب كتير بسيط يعني بكره بيجوا العياد تتجوز اقعد مع عائلتك ما تيجي تقعد بالمحل الأنواع اللي بتنعمل عادة كلها حليب مع مسكي شوكولا فستق لوز فريز حامض موارد أمر الدين وبيجي أوقات أورانج سانجين اللي هو الموردة كل شيء له موسمه مانجا وقت اللي بيجيني من برا ما بستعمل المانجا اللي هون جيب مانجا من الكوت ديفوار بس يبعتولي بعمل مانجا مانجا وتوت هدول بينبيعوا بالكيلو ما بعبيهم بالبسكويت بوزة صيف شتي ما بتتوقف وين ما كان بالعالم كل واحد يخبر التاني وصار كل يزيدوا زبونات اجت السوشيال ميديا وزادت زيادة واجت الجرايد زادت زيادة يعني عندك من فرنسا كلهم كتبوا عنا وكلهم حطوها على التلفزيونات من سي ان ان لرويترز لباري ماتش المجلات لنيويورك تايمز لتلفزيون الحرة لنيوز ويك شو بدي اعدلي معي بايدي مصنف تاني عالميا من 4 سنين اطيب بوظة بالعالم لبنان الاولى كل واحد بياخد رزقته بالحياة عم تشتغلي بمحبة عم تشتغلي برواق مش راكبين ورا المصاري كمصاري راكبين ورا الشغل
الجيم راح يكون زبون مبسوط ونحن مبسوطين. فاشن اند لوف هذا اللي بينجح. من دون ما فوت بحديث جانبي رح اخذكم دغري من الاشرفيه الى زق البلاط وتحديدا لعند النشواتي. بوزه النشواتي هي من دون منازع الاقدم بلبنان او من الاقدم بلبنان. السنه المقبله رح يحتفلوا بعيدهم المية السنه الثالثه، يعني تاسست البوزه بسنه 1920 مع اعلان دوله لبنان الكبير، بس بعد في عنا بهالتوب 10 بوزه اقدم من النشواتي. المؤسس هو محمد نشواتي من زق البلاط. البدايه قبل 100 سنة كانت بالعزارية بوسط بيروت قبل ما يكون في بناية العزارية اللي منعرفها اليوم بالداون تاون. من العزارية انتقل المعمل إلى برج البراجنة بالحرب، وحاليا صار بخلدة والبيع بالجملة فقط. أول ناس صنع بوزة بلبنان بال 1920، يعني قربنا نكون بال 100 سنة تقريبا. كان محلاتنا على العزارية، كان بناية العزارية بعد ما تعمرت، والمعمل كان ببرج البراجنة، كمان ما كان في حدا. لليوم اسمها طلعت النشواتي على اسم المعمل تبعنا. اللي مأسس هو الجد، كانوا يجيبوا له التلج من الأرز، والبوزة كانت تتصنع وتنبيع بنفس النهار. وصل لمرحلة عمل إمبراطورية بالبوزة، يعني بوقت النشواتي انشهر كتير. بعدنا مستمرين، السر هي جودة التصنيع. البضاعة بعدها محافظة على نفس شو اسمه، يعني بعدنا عم نشتغل كل شيء طبيعي. بلشنا بالفواكه اللي هي التوت والفريز والمانجا والحامض، يعني الاشياء الاساسية. بعدين بتعرفي الايام مثل ما عم نقول بتتطور، فتنا بكل الاصناف، حتى بالايطالي صرنا نصنع. هلا صار عندنا 40 نكهة بوزة، حتى البوزة الدق اللي نحن مشهورين فيها كمان طورناها. من بيروت الى طرابلس وبوزه الدق، عم نحور وندور ونرجع لبوزه الدق. هالمره مش رح نرجع 99 سنه لورا، وانما رح نرجع 100 سنه بالتمام لورا لبوزه الدبوسي، هالبوزه العريقه، بوزه الدق اللي صار اسمها بوزه اوركيد. تاريخ البوزة اللبنانية بهالتقرير اللي بيأكد فيه ضيفي انه البوزة بالشرق الاوسط اساسا من لبنان ومن طرابلس تحديدا، منشوفه سوا. بوزة الدق هي بوزة لبنانية بالأصل، ما بعرف إذا طرابلسية، بس بنقول لبنانية. بلشت مع العيلة من جدي، بلش بال 1919، كان موجود بالسوق. استلم والدي من جدي بسنة 69. بسنة 94 طلبت من والدي يعلمني، بس طلبت منه يعلمني البوزة كيف تنعمل بطريقة جدي مش طريقته هو، يعني من برميل الخشب، من نضقة الخشب. في شيء صنع في لبنان، أما البوزة ليست صنع في لبنان، هي تاريخ لبنان. بوزة الدق كنت فكر أنا مثل ما أبي بيعرف أنه أصولها تركية، بس وقت عم نعمل الكتالوج تبعنا برمنا بالتاريخ بالقرن الثامن عشر، وكانت تعتبر آنذاك من الحلويات النفيسة والقيمة، حيث كانت تحمل إلى الأمراء والسلاطين العثمانيين كهدايا ثمينة من لبنان. فلا، ما كانت موجودة عندهم، كانت تحمل لهم من لبنان. تعتمد بوزة الدق على مواد طبيعية، وفي مواد حصرا لازم تكون موجودة فيها، وأهمهم هو السحلب الطبيعي. زائد نحن بنستعمل بالبوزة المسكة كمان، ما يزهر وما يورد نحن عم ننجو، لأنه ما لقينا موجود بالسوق يطلبنا. في بالعالم مدرستين للبوزة، مدرسة أخذت حقها وانتشرت اللي هي المدرسة الإيطالية، وهي نقيض بوزة الدق، وفي مدرسة بوزة الدق اللي ما أخذت حقها وما انتشرت. تعتمد بوزة البوزة الإيطالية على إدخال الهواء على المنتج لا يرفخ، يعني هو كريمة آيس كريم، يعني كريمة مجمدة، بينما بوزة الدق هي نقيدة، هو إخراج الهواء من المنتج. بعملية الدق نحن عم نطلع الهواء من المنتج ليصير مش آيس كريم، ليصير آيس جوم.
اخترعت مكنات لاقدر اطبخ كميات كبيره بنفس الكواليتي ونفس الجوده ونفس المبادئ. غرفه التجاره قدمت المختبرات وقدمت الدعم. ببوسط الدق فوتت اكثر من صنف، يعني صار عندنا حليب، فستق، لوز، شوكولا. الشوكولا خمس اصناف شوكولا مش صنف واحد، وضفنا عليهم ورجعنا اللوتوس والاوريو لانه في طلب على شيء جديد. نحن ببيز الفواكه عندنا منو حليب، بيز هو بودره السحلب يعني نباتيه. انا بنافس بالجوده، الفرق بين 300 دولار كيلو السحلب 200 ل 300 دولار الطبيعي، بينما كيلو الهندي 2 دولار ونص. المسكة بالتجاري ما بيحطوها، إذا بده نكهة المسكة بيحطها إيسانس اللي هي قروش، بينما نحن كيلو المسكة حوالي 400 ألف وقف. كانت بالقديم بوسط الدبوسي بالنسبة للعيلة، أنا قلت لا بدي أطلع من اسم العيلة لأنه بدي ينتشر، ما بدي أحصره بس بأرجع دلي محصور بطرابلس ولا بلبنان. يعني هذا التاريخ أنا بعتبره رسالة. معنى كلمة أوركيد يعني سحلب، ونحن البوزة تبعيتنا بتعتمد بشكل رئيسي وأساسي على السحلب الطبيعي، فلهسه سمينا أوركيد. كنت عم بسأل أنتوني، هو مثلي كمان ولا مرة شايف شجرة السحلب، إذا بدكن عبالكن تشوفوها في شجرة السحلب على جوجل، وإذا هيك يعني تستقربوا فيكن تشوفوها هون، هيدي هي شجرة السحلب إذا بتفرجونا إياها. بوزة الدق عندها مستقبل تتطور؟ يعني هي كسبيسياليتي لبنانية ممكن ينشغل عليها وتطويرها؟ أكيد، في نوع تاني كمان بتعقد بوزة الدق، الشو تبعها كتير مهم وبالآخر طعمتها كتير مهمة مثل ما عم بيقول، فيري كوندنس بلا ما تقول تقيلة. في نوع تاني بالمينا بطرابلس يلي هي بياخدوا الحامض كل الليكيد تبعه بيصيروا يكبوه على الطراف تبع المكنه وبيقشطها قشط بتطلع مثل السوربيه. القشقش كثير طيبه. بوزة قشقش، نعم. انتوني في محاولات اخرى هو تطوير البوزه لاضافه نكهات جديده مثل الزعتر، مثل الطبوله، مغلي، شو رايك بهذا الموضوع؟ في محل اكتشفته بدبي اسمه اي سكريم يلي هن الشبيبه اللبنانيه، اكلت عندهم بوزه ما تنقزوا على تبوله، على زعتر، على كنافه، على كتير طعمات لبنانيه وكتير كتير كتير طيبين. مثل ما قطعت الموضه من 3 4 سنين في الكلينزينج درينكس اللي هي واحد بيشرب درينك تينظف جسمه لطعمته تبوله، وكلنا نقزنا انه كيف اليوم على بوزه صارت الطعمه موجوده وكتير طيبين. اذا حدا بدبي وعم بيسمعونا ايس كريم وبنصح فيه. استراحه سريعه بنرجع بنكفي مع انتوني الحيل. بلا طول سيرة جولتنا مستمرة، بس بدنا ناخد بريك دقيقتين مع نو غارليك نو اونينز. انتوني الرحيل، مبين انه تغيرت عادات اللبنانيين بوين يروحوا، كيف يروحوا، كيف يقتنعوا انه هذا المحل حلو نجربه او مش حلو نجربه، اعتمادا على البلوجز واعتمادا على المنيوز اللي بتكون اونلاين او مواقع مثل زوماتو مثلا اللي العالم هن بيكونوا عم بيحطوا علامات لكل مطعم. هيدي قد ايه سلبيه او ايجابيه بطريقه حياتنا اليوميه؟ كتير مهم لان كل المحلات صارت اليوم عم تنعرف اكثر واكثر واكثر. بقول لك ب 2012 ساعه اللي بلشت ياما ناس منعتني صور منيوات، قشطتني التليفون. اليوم اذا ظهرت وما صورت بيسالك بك شيء ما صورت لي المنيو، تغيرت البرسبشن بفتره كتير كتير قصيره. واليوم لانه كل العالم صار عندها سوشيال ميديا، لانه بهذا التليفون صار عندك احسن كاميرا، صار لازم تصور تنس تظهر. فاليوم دوروا للمحل يكون عنده صحن حلو، يكون عنده شيء انا بسميه دائما سكسي، الوان حلوه، ضوء حلو، تا الصوره تشهر عنه. عنده بي ار حلو يعني، او ويكون عنده بي ار البلوجز، البلوجرز يروحوا لعنده يعني يعزم البلوجرز مثلا. إيه؟ ويكون دائما بال يعني اونلاين على الويب سايت ميزو ماتو او غيره بالتوب 10 ليست، لانه عنده شيء سبيسيال. هل هو صحن اطيب احلى اكبر؟ بس هو قد ايه ملعوب بهالتوب 10 ليست؟ يعني قد ايه بيزو ماتو في مصاري بتتدخل كطرف اساسي بمين بده يكون مبين بالتوب 10 ومين لا؟
يلي بيدفع اكثر ببين اعلى. متفقين على الموضوع. نعم. وكثير وهيدا بتعتبره عيب او بتعتبره طبيعي؟ This is business. نعم اكيد. شو بتاع يعني انت جزء من هذا البزنس او لا؟ ابدا. ليه؟ لانه نو جارليك نو اونينز او انطوني الحي اللي برم على كل ضياع بلبنان اللي صار عنده اكثر من 6000 مطعم على الويب سايت، كل الريفيوز بالاخر في فاتوره اللي دفعتها، لانه لإلي كريديبيليتي از فيري امبورتنت، والناس اللي بتلحقني تلحق لانه عم بعطي رايي الصريح. نعم. وعلنا وكثير مبسوط فيه. طيب قد ايه يعني قد ايه بتحس انه لك حق تعطي راي صريح بعمل ومصدر رزق ومصدر عيش حدا ثاني عم بتشرنا على الموضوع او بعمل غيرك يعني عم بيقدمه مش ليكون مسيء، ليكون يعني عم بيقدم احسن شيء عنده لهالبادجت المحدده؟ عم نحكي عن المطعم اذا منيح او لا. نعم. انا اليوم على البلوج الحلو فيه انه عندي صفحتين بكتب هيدا رايي مثل ما انت عم تقول اليوم هالتوب 10 رايك، هيدا رايي برايي هيك لازم يعمل تيتحسن، هيك لازم يظبط، هيدي الصوره لازم تصير هيك. سو بعطي فيري نايس ماتشور اكسبلانيشن يلي الناس مش عم برش اقول عاطل، هي كلمه لي ما بتسوى او مش طيب. شو يعني مش طيب؟ مش طيب هيدا رايي، بس ما فيها تكون احسن لان لازم تكون احسن لان، وهون بنرجع بنحكي على الكريديبيليتي. طيب قديه شغله ثانيه بقصه مثلا زوماتو او يعني في مصاري، بس كمان في جانب ثاني اخر هو تجييش يعني عالم اصحابك انهم يكتبوا بالعاطل لمنافسينك، قديه يعني دخول الفساد على هذا الخط؟ قديه او حدا طلع معصب من مطعم مش لانه الاكل مش منيح، لانه بركي الباركينج ما عجبه، او لانه صار شيء والله تخانق مع مرته نهارتها، بيقوم بسب المطعم او بيهدد المطعم بانه بده يسبه اونلاين، هيدي قديه يعني صارت انه هيك لعبه بشعه؟ عيب اللي عم بيصير، واحد لازم يفكر. شو اسوأ شيء صار انه هيك حادثه انت عرفت فيها؟ في ناس عم بتعيش من الموضوع، في عيال عم بتعيش من الموضوع. فينا اعطيك بس قبل بلا ما اقول لك نعم. شو هي المشكله اللي صار، بس خليني اخبرك النظريه. لا اعطيني المشكله اللي صار. معقول يصير في شعره بالبيت مع مرتي، معقول يصير في مع امي مشكل. نعم. بيصير المشكل مع الكل. نعم. ما لما نقوس على المشكل خلينا نقوس على كيف نحل. بس هي هيدي الشعور العالم بانه بطوله اذا لقوا شعره بالصحن ليحطوها على طب الغلط بيصير على الانستغرام ليجيبوا لايكس اكثر، يعني هالشعور بانه انت بس تفوت على مطعم كانه انت زمان قربينا هيك الاخبار تبعنا كلها دراما، لانه فايت انت بحرب مع هذا المطعم، يعني بدك تثبت انه في شيء غلط فيه او في شيء كثير حلو فيه. في 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 على القليله 30 عائله عم تشتغل من الموضوع. نعم. مش المشكل بيصير معي بيصير معك. هو هون بتجي بتقول كيف نحل المشكل. اذا اجى المانجر وقال لك اكيد غلط هالشعره منك، لا اكيد بتقوس عليه، بس اجى اعتذر وقال لك بعتذر ما رح تصير مره تانية، عنا مشكل وعمل حل المشكل، ليش بدك تقوس عليه وتخرب له بيته؟ شو هيك اكثر شيء غريب صار معك بقصص العلاقات بين الزباين والمطاعم والاكل والبلوجرز؟ طلعني مره عزقه بالباستا، طلعني مره بخور كان الشيف مبخر بالمطبخ ونطت البخوره كان كسرت لي سنه، مشكل بصير، صار كثير اشياء. كيف نحل؟ ما حكينا فيه، نحل، اذا ما نحل وصار في تكبر. شو احسن طريقه لحل هيك شغله؟ ما راح اقول دائما ذا كاستمر از اولويز رايت، بس لازم المانجر يجي يفهم ويقول اوكي بسمع لك خبرني بنعتذر، الحل تبعك بيصير. اليوم بخسي مره على سالاد بار طلع لي زيز هالقد. طب بتصير انه طب انت بتنبسط لما بهيك غلطه ما ياخذوا مصاري يعني ما يحسبوها بالفاتوره؟ منا قصه منا كل شيء بالمصاري، بالعكس. لا بتنبسط او اكيد لان لا اكيد لانه بيكون الزلمه عم بيجرب يرد لك معروف يقول لك سامحنا. نعم. اعطوني الحي، شكرا لك، استراحه سريعه من بعدها هاشم اسعد. بلا طول سيرة، والبوزة بالشتوية أطيب، وضيفة بالفقرة الأخيرة المصور والمدون والشيف الصغير مثل ما وصفناه حد الشيف أنطوان هشام أسعد. أهلا وسهلا فيك كمان هشام. أنت قلت لنا أنه بتحب البوزة بالصيفية أكثر من بالشتوية أكثر من الصيف، وقلت لنا ليه. على كل الأحوال يعني رح فوت دغري معك مباشرة بالموضوع قبل ما ندخل إلى التيبس اللي حضرت لنا إياها، عن شو برأيك ناقص أو شو الطرق اللي ممكن اعتمادها أو سلوكها لتطوير البوزة اللبنانية وإعطائها هيدي الهوية، لتصير إنه بس دوق هيدي دغري تعرف إنه هيدي
من لبنان. هلا هي اكثر بوزه معروفه كبوزه لبنانيه، البوزه اللي على قشطه مع الفستق اللي فوق. ففي هلا الترند اللي طالعه، انا كوني شخص شوي اكتف على سوشيال ميديا وعلى انستغرام، في الانستغرام بالفوتوز يلي هي الكون تبع البوزه مع القشطه والفستق الحلبي عليها، دائما العالم بتصورها وتبلش تصير ترند شوي لتوصل لمطرح تنتشر اكثر بلبنان وتوصل لبرا كمان. نعم، رح نتابع جولتنا لحد هلا. كيف انت راضي على التوب 10؟ بتوافق معنا على سو فار؟ ايه موجود. رح نوصل هلا على المرتبه الثامنه، بنتابع بتوب 10 افضل مثلجات لبنان. لتتطور البوزه اللبنانيه مثلجات لازم نلاقوا غير كلمه على كل الاحوال. بنوصل الى الرقم 8، وبرجع بذكر انه عم نمشي حسب التسلسل الابجدي. اذا في اكابر بالبوزه فالاكابر هن اوسلو. نايلا عودي جمعت بلده كفر رمان بالجنوب مع الاشرفيه وانتهت ببوزه سمتها اوسلو اللي انطلقت فيها من مرم خايل ببيروت الى كاليفورنيا بامريكا. التاسيس كان سنه 1997، المعمل بجسر الواطي والمبيع بنقاط بيع محدده بعدد من اكبر السوبر ماركتس بلبنان، وبمحلين تحت اسم اوسلو بمارم خايل وبقريتم. اما التسميه فباسم عاصمه النرويج، فبكل بساطه لانه مدينه اوسلو بتذكر نايلة عودي بالمدن البارده. نايلة عودي أسست شركة أوسلو. أوسلو معروفة للبوزة خاصة، الشركة عمرها 21 سنة. كيف بلشت؟ بلشت كنت أعمل بوزة بالبيت، ومرة جارتي تلفنت لي قالت لي أنا بدي بوزة بس عندي عشاء، كان عندي 40 شخص على العشاء. تاني نهار كل هالأشخاص يعني بلشوا يتلفنوا لي وفكروني محل بوزة، وصاروا بدهم بوزة، وقديت الصيفية عم بعمل بوزة وبيع بوزة، وبلشت أوسلو. حقيقة ما بعرف كيف كبرنا، وهلأ اليوم عنا 26 شغيل ومحلين. اللي ساعدني كتير انه نوعيتي كانت كتير عزيمة وبعدها كتير عزيمة. كنت يعني لما بلشت شغلي كنت عم بعمل نوعية البيت. My favorite flavor is coffee toffee ice cream. هي بوزة على قهوة وبحط ثلاث أصناف. على كل حال بالأول مع كل هالقصص من gluten free lactose free وكل شيء، نحنا بوزتنا 100% ناتشورال. أنا بيوصل لي مكاتيب، بيوصل لي كروتي، بيشكروني على الطعمة، بيشكروني على البوزة، وإنه نوعية لبنانية كتير بفتخر فيها إنه بلبنان made in Lebanon. بفتكر كل الناس لازم يعملوا اللي بحبوه، وبعرف إنه كل الناس بيعيدوا هالقصة وبيقولوا عملوا اللي بتحبوه وكل شيء بيمشي. مش هين حد يوصل ليعرف شو اللي بحبه وكيف رح يعمله، بس أكيد أكيد إنه لازم الواحد يتسمع حاله ويروح نحو الشيء اللي بيحبه أكثر شيء. إذا ممكن حدا ينافس بوزة أوسلو، بقيت مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي إنه هيدي البوزة بقيت محافظة على النوعية العالية الهاي إند بالبوزة، شو رأيك ببوزة أوسلو؟ بتحبها؟ أنا بحب أكثر شيء عندهم السولتد كاراميل. نعم. ننتقل إلى أجدد نوع بوزة، وعلى قليلة من أجدد انواع البوزه بلبنان، بوب سيتي. فكرتها ان فكره البوب سيتي انها شبابيه، انها ترندي، وانه اعادت الاعتبار الى الستيك او الخشبه بالنص. خلينا نشوف هالتقرير. بوب سيتي بلشت بسنة 2015، بلشت بفكرة كتير صغيرة من قلب البيت. الأونر تبع بوب سيتي مسيو علي شكر كتير بيحب البوزة، وجرب يعمل هيك أشياء ما في منها بلبنان،
يعني في عنا بس البوزة اللي بتنباع بالدكاكين هيدي اللي كتير ارتفيشل يلي ما محطوط فيها شيء صحية، ما محطوط فيها شيء مواد طيبة. فجرب يعمل اشياء بالبيت وزبطت معه ومشيت من هونيك. بلشنا مع سوق الأكل، رجع فتح مثل مطبخ صغير، صار يعمل اشياء ويوزع على شوية محلات ونعمل كيترينج، نعمل ايفنتس وكيترينج. الخلطات كلها ابتكار الاونر، هو كلها اشتغل عليها وجرب كتير وتوصل للريسيبيز يلي هلا نحن بنستعملهم هون كلهم. في عنا الاشياء الفروتي اللي فيها كل الفواكه، هي فواكه طبيعية وكلها هيلثي ولو كالوري وزيرو فات وبلاس، ما بنحط فيها حليب يعني هي سوربي. دي للعالم اللي بتحب الاشياء اللي كتير هيلثي. في عنا الاشياء اللي مع كريم مثل نيوتيلا، اوريو، لوتس. في عنا اشياء مثل تشيز كيك. في عنا ثلاث اسعار، في عنا شيء ب 5000، في شيء ب 6000، وفي شيء ب 7000 حسب نوع البوزة. للصراحة للأشياء اللي بنستعملها وبنحطها أسعارنا هي very reasonable. نحن عملنا delivery center، بنفتح delivery كل يوم، وهلأ بالشتوية عم نعمل شي promotion مهضومة، هي كل ما بتوطى الحرارة كل ما بيطلع لهم العالم بوزة زيادة مع كل طلبية. قد ما الحمد لله يعني العالم حابة هيدي الفكرة. نحن هلأ عم نفتح بدبي وإن شاء الله كمان هونيك يحبوها مثل ما بحبوها العالم هون. ختاما بجولة التوب 10 من بيروت لك فرز بيان وفريا أرض التلج الأصلي. بالشتي بيسكروا بالصيفية بيفتحوا، والهدف بلش ليفرجوا إنه البوزة مش بس للبحر وكمان لفريا. سنو كريم تجربة مميزة بنكهات فريدة بلشت سنة 2013 من فريا، نزلوا للساحل قبل ما يكتشفوا إنه البوزة على العالي أطيب. نحن اسمه سنو كريم لأنه نحن بمنطقة فريا يلي هي معروفة بالتلج. فتحنا بال 2013، كان تحدي هيدا شوي لأنه كل الناس معودين ياكلوا بوزة على السواحل وعلى البحر. نحن فتحنا بفريا تنقلهم للناس أنه فيهم ياكلوا بوزة كمان بالسقعة. في عنا كتير أشياء سبيسيال بنعملها. عملنا شيء اسمه سلطانة، هو مسكة فستق ورد. المسكة هي طعمة لبنانية أو طعمة عربية معمولة بالطريقة التليانية. بالفواكه بنعتمد على الأشياء اللي بتطلع هون. بنعمل توت، هو بيريز بقلوله توت شامي، هو بينشال من هون من فريا. الفراز كمان منجيبه من الفراز المزروع هون بالجبل، نقطفهم ومنحضرهم منفتح اجمالا بالصيف. بالشتوية بنعمل بوش دو نويل جلاسي سبيسيال كتير على الطلب وعلى التوصية، يعني ما بنعمل للسوق كتير. وفي منافسة، اكيد في منافسة على طول، بس انا على طول بقول كل واحد بياكل رزقته. إذن هيك ختمنا هالتوب 10 من الجبل من الأعالي. هشام، أنت فتت بمجال الطبخ، بمجال البلوجينج، وكمان بمجال التصوير وكتابة الوصفات من 2013. بدي بلش بالصورة لأنه كتير منشوف صور هيك غريبة كتير حلوة ما بتشبه الشيء اللي عن جد بناكله بس نروح على المطعم. قد ايه فيها غش للصورة اللي منشوفها على الانستغرام او بالسوشيال ميديا؟ هلا حسب، على انستغرام يجولي العالم بتحط الصور يلي عن جد اكلتها او صورتها هي، بس انا عم بحكي من المؤسسات اللي هي الادفرتايزنج. هيدا غير شق، لانه العالم بتجرب تفرجي احسن صورة للبرودكت تبعهم فبيظبطوه، عن كان على فوتوشوب او كل شيء عم بيصير بتحضير. هي مزبوط، تصوير البوزة من اصعب انواع التصوير. هي ايه، لانه عم تتعامل مع شيء كثير ديليكت، كثير صعب انه يفرط بلحظتها مثل ما شفنا البوزة قبل
بالاول، فبدها تكون المحل الاوضه بتكون كثير مسقعه، بدك تحضر شكلها للبوزه قبل بوقت، ترجع تجلدها، ترجع تجيبها على السيت على الكون او على الكبايه تمدوب، وتشتغل بطريقه بسرعه ويكون اللايتس تبعك مش سخنين. اللايت في انواع بتكون بارده. طب ممكن يحطوا شيء غير البوزه قبل؟ ايه، هيدي الادفرتايزنج بيعملوها، بيستعملوا ماش بوتيتوز، هي البطاطا المهروسه مع صبغه مع تلوين او غيره، وبتتعمل هيدي البرمه تبع البوزه مع التشققات اللي طالعه على وجه الطاوله. بطاطا مسلوقه يعني؟ ايه ما بتتاكل بس انا رايي تاكلوا بطاطا مسلوقه يعني بلا البوزه. حليت الجاي بطاطا المسلوقه رح نعملها، كان بده بطاطا مقليه قبل شوي. نعم، وغير قصص هيك حلو نعرفها عن يعني الميكنج تبع البوزه كماركتينج. هلا كيف يعني؟ لا لا، هشام هو الماركتينج، يعني انا كنت فايت بهذا السؤال لنفوت على الماركتينج ولنفوت على البلوجز. قبل شوي فتت بنقاش انا وانتوني عن المصاري، لانه صار خلص يعني بطل في ثقه بكثير من البلوجز او البلوجرز او المواقع، لانه صار كله واضح انه مدفوع. المطاعم عم تدفع، البراندز الجديدة عم تدفع، إذا مش عم تدفع مباشرة في بي آر قوي عم بيصير، في شراء لللايكس، بهيدا كله أنت كيف عم تتعامل معه لحدا كمان عم يجرب يعمل استقلاليته، وشو الحقيقة اللي ممكن حدا يكون عنده الجرأة ويخبرنا إياها؟ صعب شوي لانه مش كل العالم بتطلع بتحكيها، بس مثل ما قلت انه في براندز كتير بتركض على الانستغرامرز يلي عندهم 10,000 فولور واكثر، يلي في منهم مرات كتير بيكونوا ان اكتف او منشرين، وهول العالم وقت يحطوا حيلا بوست بيشتروا لايكس عليها او بيعملوا بروموشنز تا يكسبوا جمهور تا هول البراندز يرجعوا يحكون، فسو بصير سايكل ماشي كل الوقت. بس لما تكون لاحق انت شخص وبتعرفه وبتوثق برأيه وبتوثق بذوقه، لازم هذا الشخص يكون عنده ثقة او عنده مصداقية مع العالم، ويقول وقت يكون هذا الشيء مدفوع، هيدي paid partnership كنا بتصير ببلاد برا، paid partnership بتكون انه البراند دفعت لي تحط هيدي الصورة وتأعمل صورة واعطي رأيي فيها. بس اللي ما بيصير هون انه هيدي ما بتنذكر، وشغلة تانية انه البرودكت ما بيكون عم بيكون في ريفيو حقيقي عنه، اذا البرودكت مش منيح بمطارح معينه بغض النظر عن كل شيء عاطل بيحكوا عن الاشياء المنيحه بس. وعم تحكي قد ايه بالمية؟ ما في اعطي نسب، شيف انطوان عنده الارقام المقادير والكالوريز. انت فايت كمان بهذه اللعبه او فايت وما بتحب تحكي؟ لا انا عندي 3000 فولور ان شاء الله يزيدوا هلا من بعد الحلقه، لانه العالم اللي بتحكيني اللي بعرفها اللي عندي اياها على انستغرام هن عالم بحكيها دائما، فبضل على تواصل. اذا رحت على محل على مطعم بيقولوا لي انه هشام ديد يو حبيته لهذا المحل، يا بقول لهم ايه يا بقول لهم او لا. اشتغلت ما اشتغلت مع براندز حطيت لهم بوست عندي الا اذا انا بحبهم. مثلا مرق حنا متري انا دائما بحط له صور لانه هي من الاكثر بوزه بحبها، بس غير هيك الا اذا شيء انا بحبه او صوري الخاصه. نعم. طيب اذا بدي ارجع للبوزه، وانت يعني انشهرت بانك بتحط ريسيبيز وصفات، هلا عم نلاحظ وقفت شوي. ايه عم باخذ بريك تصور اكثر وتكون عم اشتغل على حالي. نعم. اكثر من اشتغلت شيء على البوزه او بتفكر تطوير البوزه يعني من حيث النكهات او من حيث الصناعه او الشكل؟ بتخيل السوق عم يشتغل منيح على هالاخبار، صار في كثير خلطات، انا شوي تراديشنال بهالمطارح، يعني كل شيء هول الكاندي اللي عم تنحط والشوكولا المخبوص ببعضه او الرول ابس اللي كان عم يحكي عنها شيف انطوان، مش الشيء اللي انا بحبه. ليه؟ الرول ابس بحسها بوزه مقرقشه، ما بحسها كريمي، وقت بدي بوظه يا باخذها كريمي يا بروح على السوربي. نعم. فبجرب يا انا اشتغلها بالبيت اذا انا على بالي او انه ما بحس. وانت بتعمل بالبيت بوظه؟ ايه. عندك المكنه اللي حكي؟ ما عندي المكنه، كان عندي وحده وانتزعت واشتغلت عليها كم ريسيبي، وغير هيك لقيت طرق تاشتغل. كيف مثل شو؟ في الثري انجريدينت ايس كريم ريسيبي اللي بتستعمل ثلاث اغراض بس، يلي هن الكريمه والحليب المكثف المحلى وفانيلا او فانيلا وملح. شو هيدي؟ وبتخفقهم، تخفق الكريمه بترجع بتزيد عليها الحليب. كبايه 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 هن ثلاث كبايات كريمه التانكي تبع الحليب. قول فيك تقول اسمها علي هيك المعروفه. لا شو اياها؟ النسلي. النسلي اللي يعني المكثف الحليب المكثف المحلى.
هيدي الطيبه يعني اللي بتكون هيدي اوكي وفينا نحط كريم تشيز او انا مرات بستعمل لبنه لانه بحب طعمه الحموضه تبع اللبنه وقت تطلع بالسويت تعمل بالانس شوي. طب هي الدرجه كمان بوسط اللبنه يعني اليوغرت الفروزن يوغرت هيدي شو رايك فيها بهالطريقه؟ هيدي انا بحبها لانه شوي خفيفه بس كمان فيها سكر كتير وقت تاخذها بالمحلات لانه بدهم شيء يعطي طعمه مش لبنه كمان يعني في عالم ما حبوها رح نرجع على الريسبي تبعك للوصفه هيدي هي البيس الثلاث كبايات كريمه علبه نسله وفانيلا وسكر بس فينا نزيد لها شو ما كان مطيبات او طعمات لها فينا يا اما نزيدهم نكسر مثلا بسكوين نخلطهم معهم ونحطهم بالفريزر او فينا نغلي الكريمه نحط بقلبها عود قرفه او كاردموم او شو ما بدنا بهارات او اشياء فواكه ونرجع نبردها ونحطها بالفريزر بس هيدي انت عم تعملها من دون مكنه وعم تطبخها هي الكريمه وقت تخفقها رح تنفخ رح عم تعبي فيها هواء مثل ما كان حدا من المحلات كان عم بيقول نحن عم تحطها على النار او لا؟ لا اذا بدك تعمل انفيوجن بدك تحط الطعمات فيها بتحط الطعم المنكهات بقلب الكريمه وبتحطهم بكبايات على في كبايه بكونتينر بشي يكون لازم يكون شوي مش غميق يجمد ويضل طري بس قدر تشيله بال وهذا بتاكلها بالملعقه ما بتحط فيها الخشب الستيك الكوردون او لا هيدي فينا نعملها كان عم بيقول عنا شيف انطوان شراب التوت بتحطه بكبايه وبتحط فيها عوده وبترجع بس تجمد بتشيله طب انا هيدي عملتها كنا نعملها نحن صغار دائما جربتها انا قمت لزقت الثلج بالكبايه يعني ما بتحط مثلا زيت لا فيك تتركها شوي صغيره برات الفريزر يذوب الطراف او بتسقطها بكبايه مي سخنه او بجاط مي سخنه انت من وين بتجيبهم هدول ليه واحد ما بيفكر فيهم او هدول واحد بيدرسهم يعني لا لا بدك الحاجه ام الاختراع اول يعني انا بتعرف لانه كسرت شي ثلاثه وما عم تزبط معي ولا فكرت انه مثلا حتى جربت تكسر الكبايه ايه يعني في واحدة عملتها بس رجعت قلت بركي مثلا انه طلع شيء هيدي البوزة بتشبه الجرانيتا الاسبان عندهم اياها بتجي بوزة على تلج بس بشلوها بالملعقة او بشيء تتصير مثل تلج مبروش طب بخصوص البوزة اللي بتجيبها من السوق شو احسن طريقة لتحتفظ فيها بالفريزر وما تنتزع من معنى انه تصير كتير متلجة هلا هيدي فيها ستابلايزر سو بتضاين شوي اكتر من البوزة اللي بتعملها بالبيت بوزة تبع البيت بتعملها بتاخذها باسبوع هلا في تريك قايلين عنا انه بتحط علبة البوزة بقلب كيس وبتسكره مزبوط تحطه بالفريزر كيس نايلون كيس نايلون بتضل محافظ على هيدي ما بتجمد كثير بتضل هينه او طريقه ثانيه انه تشيلها تحطها بالبراد قبل بنص ساعه او تشيلها تحطها برات البراد لشي 10 دقائق نعم وفيها كمان الملعقه اللي عم تشيل فيها البوزه فيك تحطها بمي سخنه وبتشيلها بتنشفها شوي ودغري بتقحف البوزه بس تكون جايب هذا الكيلو البوزه وكتير كتير جامد كتير جامد ملعقه بمي سخنه بتشيلها بتنظفها بتشيل دغري بيطلعوا ولا انت ما في منك يا هشام بعتقد على حليت نص المشاكل اللي بتطلع من ورا البوزه اللي بتصير مثل الصخره على الطاوله انا بدي اشكرك هشام شكرا لك اخر شيء يعني بعيدا عن البوزه بما انه هلا حاليا عم تشتغل بتيست لبنان وبنفس الوقت يعني موقعك الخاص بعدك محافظ على التحدي الخمس دقائق او هو 5 سكوير مترز هي المساحه تبع المطبخ صغيره وبهالمطبخ انا بطبخ وبصور وكل شيء بعمله وان مان شو يعني من الاول للاخير فهلا عم ركز شوي على التصوير حتى بهالمحل الصغير كمان انا كنت كل الوقت هيدي المساحه الصغيره كنت اخذها انه بخمس دقائق بخمس امتار بدك تعمل كل شيء هيدي فيها تي في ماجيك وقت تشيل تحط الشغله بالفرن بعد دقيقه بتشيل هشام اخر شيء بعيدا عن البوزه شو الطبخه اللبنانيه برايك او الاكله اللبنانيه اللي انت كثير بتحبها واللي مش اخذه حقها ابدا واللي بال 2019 رح توعدنا بانك تهتم فيها لتطلقها عن جديد هلا عندي المغربيه انا كثير عزيزه على قلبي بس الطريقه اللي بنحضرها نحن هي طريقه شوي على الفلسطيني اللي بنعمل مفتول على الايد فالمغربية بلبنان معروفة كتير بس تتفوت هيدا المفتول على وشو المفتول؟ بنعرف شو هو؟ هو القمح المكسور بسموه جريش بينفتل بقلب جاط أو لكن كبير مع مي وطحين وزيت تيعمل هول الحبات الصغار حكينا قبل شوي بوزة على تبولة بتتخيل شي نهار بدنا ناكل بوزة على مغربية؟
فينا نعمل شوربة ونحط فيها ستيك وتطلع زيت الشي. شكرا لك هشام، إلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة عادية إن الله راد من بلاطة سيري.